بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في محاضرة النهاردة اللي هنتكلم فيها عن الـ BLS والـ ACLS أو الـ Basic Life Support and Advanced Cardiac Life Support مع حضراتكم دكتورة نجات سعفان. أنا BLS and ACLS Instructor in American Heart Association و Senior Instructor in Saudi Heart Association، والحمد لله أنا Board Certified، American Board Certified. هبدأ الأول على طول أدي بس لحضراتكم فكرة عن شغلنا النهاردة هيكون إزاي أو المحاضرة هنتكلم فيها عن إيه. بداية خالص إنه مين اللي شغلنا هيكون على الكارديك أريست بالذات البيزك لايف سبورت، بمعنى إنه فرضا إن حضرتك قابلت واحد أغمى عليه قدامك، البيشنت بتاعك خلاص فقد وعيه، هتتصرف إزاي؟ هتتعامل معاه إزاي؟ أول حاجة على طول بعد ما البيشنت كولابست بيغمى عليه بروح على طول اعمل تشيك للريسبونسيفنس واعمل كول فور هيلب، اتصل بالطوارئ. وطبعا لو انا داخل المستشفى لازم بعمل اكتيفيشن للكود بلو تيم. الكود بلو تيم ده هو المسؤول عن التعامل مع حالات الكاردياك اريست داخل المستشفى، لكن لو انا خارج المستشفى في الحاله دي بكلم الطوارئ على طول وببدا للسي بي ار، خطوات السي بي ار كل ده طول ما انا خارج المستشفى بسميه بيزك لايف سبورت. هنا في الحالة دي مش هستعمل أي ميديكيشن، مش هستعمل أي ماشينز أو ديفايسز كبيرة، يعني آخري شوية حاجات بيزكس كده بسيطة، لكن بمجرد ما الإمرجنسي بتوصل وتاخد مني البيشنت وبتروح للهوسبيتال، على طول المسؤول عن البيشنت في الحالة دي عبارة عن الكود بلو تيم، ودول سيرتيفايد بالأدفانسد كاردياك لايف سبورت كورس، بيكون اوريدي فعلا هم مؤهلين إن هم يتعاملوا مع البيشنت، بيقدروا يتعرفوا على رزم البيشنت، بيقدروا يعرفوا كل رزم بيتعاملوا معاه ازاي. فايه الشروط اللي لازم اي واحد عشان خاطر يقدر يكون سيرتيفايد بال ACLS او الادفانسد كارديك لايف سبورت، يعني ايه الشروط اللي لازم يعرفها؟ اول حاجه لازم يكون عارف السي بي ار ايه خطواتها بتتعمل ازاي. بعد كده هاو تو ايدنتيفاي ذا ريذم اوف ذا بيشنت، لان انا هتعامل مع مونيتور ولازم اتعرف على رزم البيشنت بتاعي عنده ايه عشان اقدر اتعامل معاه. وبالتالي احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن البيزكس للاي سي جي والريزمز كمان او الاريزميا اللي انكلودد معانا في كورس الاي اس ال اس، واللي بتخلينا نقدر نتعرف على حال البيشنت ايه عشان خاطر نروح للخطوه اللي بعد كده وهي المانجمنت، تتعامل مع الرزم اللي قدامك ازاي. وطبعا بما اننا في الادفانسد كاردياك لايف سبورت او في كود الريسوسيتيشن بنكون تيم كامل، بنكون عباره عن مثلا 5 او 6 ممبرز، واحد فينا بيكون مسؤول عن الديفيبريليتور، واحد فينا مسؤول عن الكومبريشنز، واحد فينا مسؤول عن الاير واي بيدي بريدنج للبيشنت، واحد مسؤول عن الميديكيشن، وواحد الفور ريكوردنج، وطبعا التيم ليدر. كل دول كده بيشتغلوا از تيم، ففي رولز لازم كلنا نتبعها، وده طبعا بنعرفه من خلال التيم داينامكس. هي السلايد دي بتوضح لنا الشغل اللي احنا نشتغله ان شاء الله في المحاضره بتاعه النهارده والعمل بتاع يوم الخميس. فهعيد تاني، النهارده هنتناقش مع بعض عن الديتيلز الخاصه بالسي بي ار وده في البيزك لايف سبورت، وبعدين كمان هنتكلم على preparation لكورس الادفانسد كاردياك لايف سبورت من خلال هاو تو ايدنتيفاي ذا ريذم والمانجمنت، هنتكلم عن الالجوريزمز الخاصه بكل رزم والتيم داينامكس ان شاء الله هنعرفها في العملي. طيب خليني ابدا باول سلايد وهي السي بي ار، عشان نكون عارفين اغلب الناس اللي في الميديكال فيلد بيكونوا اوريدي سيرتيفايد بالبي ال اس، بس احنا كفارماسيست مش المفروض ان احنا نقف على قد البي ال اس، البيزك لايف سبورت. Better to know about the advanced cardiac life support. وسيمبل جدا ونقدر ان احنا يعني نتعامل مع البيشنت بشكل advanced. هبدأ بأول سلايد هنا اهي بتكلم فيها على الادلت BLS او الادلت CBR. عشان نكون متفقين، كورس BLS بيكون عبارة عن CBR للادلت patient وchild وinfant patient، بيكون برضو بتكلم عن AED وده جهاز هتكلم عنه بالتفصيل بعد شوية، والتشوكينج او الايروي اوبستراكشن. انا هاخد بس من الكورس البي ال اس هاخد منه الادلت سي بي ار وجهاز الاي اي دي، جست ان انا يعني هعتبر دولت مدخل للادفانسد كاردياك لايف سبورت، دول اللي يهمونا النهارده. وان شاء الله لو حابين نتكلم عن البي ال اس ان ديتيلز، نتكلم كمان عن الشارت او الانفنت، ممكن نعمل بيهم محاضره باذن الله. طيب نبدا بقى الالجوريزم ده.
بمجرد ما البيشنت بيبقى كل لابس قدامك بيغمى عليه تتصرف ازاي. اول حاجه لازم السين سيفتي، تتاكد المكان حواليك امن ليك الاول وللبيشنت كمان، بمعنى انه ما ينفعش ادخل على بيشنت مثلا في روم يكون فيها توكسيك جازز والبيشنت حصل له كاردياك ارست وانا هبدا معاه السي بي ار في نفس المكان، ما هو المكان كده نوت سيف فور مي، فبالتالي برضو لازم اخد بالي من السيفتي. طيب ايه بعد كده؟ زي ما احنا شايفين هنا اهوت في الالجوريزم الريسبونسفنس، انا بشيك على الريسبونس للبيشنت باي تابينج شولدرز، بتخبط على كتف البيشنت وبتناديه بصوت عالي، وفي نفس الوقت اكوردنج للاولد جايد لاينز طبعا كان في نفس الوقت بنشيك على البريدنج، بس دلوقتي اكوردنج للنيو جايد لاينز الامريكان هارت اسوسيشن بيأجل البريدنج لما وانا بشيك على البلس، فخليني اعدل بس الجزء ده واقول لك شيك لي على ريسبونسفنس باي تابينج شولدرز للبيشنت، نديله وخبط على كتفه لقيته ان ريسبونسيف على طول لازم اكتيفيت ايمرجنسي ريسبونس سيستم، كلم لي الطوارئ على طول في التوقيت ده مش بعد كده، ما تبداش مع البيشنت وتنسى تكلم الطوارئ لانه احنا مينلي مستنيين الطوارئ، احنا بس بنعمل السي بي ار على بال ما الايمرجنسي توصل، لكن مش ده كل حاجه للبيشنت، السي بي ار مش كل حاجه للبيشنت. فوانس انك لقيت البيشنت بتاعك ان ريسبونسيف على طول اكتيفيت الامرجنسي ريسبونس سيستم واطلب جهاز الاي اي دي، لو مكان لو الاي اي دي موجود في المكان اللي انا فيه يبقى كويس جدا بطلبه بستعمله، مش موجود هستنى لما يوصل لي الجهاز الاي اي دي او الديفيبريليتور مع الامرجنسي. ايه بقى بعد كده؟ بعد كده هبدا اطبق الكاب سي اي بي، سي سيركيوليشن واي اير واي وبي بريذنج، ده اللي المفروض السيكونس الامريكان هارت اسوسيشن شغال عليه حاليا من اول 2010، قبل كده كنا شغالين في الاي بي سي اللي هو اير واي بريذنج سيركيوليشن، لكن حاليا اتغير السيكونس ده وبقى سي اي بي سيركيوليشن اير واي بريذنج. يعني ايه؟ هبدا بالسي سيركيوليشن، انا بعد ما اتصلت بالطوارئ هبدا اشوف البيشنت بتاعي هل عنده بريذنج وبلس ولا لا. ازاي؟ بتحط لي تو فينجرز على الكاروتيد ارتري، الكاروتيد ارتري ده موجود جنب القصبة الهوائية موجود على اليمين وعلى الشمال، فلما بتحط تو فينجرز بتحس النبض، هل البيشنت بتاعك فيه نبض ولا لا، ده بيديني انديكيشن هل الهارت شغال ولا لا. لو انا في خلال من 5 ل 10 ثواني ما لقيتش اي نبض عند البيشنت انا هعتبر البيشنت ده بالسلس. في نفس التوقيت ده في نفس الخمس ثواني ل 10 ثواني اللي انا بشيك فيهم على البالس عيني دايما على الشيست، هل في ارتفاع وانخفاض ولا لا، هل في علامه للتنفس عند البيشنت ده ولا لا، وبالتالي انا بشيك على البالس وعلى البريذنج ات ذا سيم تايم ديورينج فروم 5 تو 10 سكندز. خد قرارك في ال 10 ثواني دول، قول لي هل البيشنت وزوت بالس ولا في بالس. اذا البيشنت بتاعي ما عندوش بالس وما عندوش بريذنج على طول هبدا السي بي ار، هبدا سايكلز ب 30 كومبريشنز وتو بريذنج. يعني ايه؟ هقول لك، خلينا متفقين ان البيشنت طالما ما عندوش بالس يبقى ما فيش اي بلاد سيركيوليشن، طالما ما فيش بلاد سيركيوليشن يبقى ما فيش اي بلاد فلو رايح للبرين ولا الفيتال اورجانز، وده معناه ان البيشنت دوت هيموت في خلال دقايق، هيموت حتى من قبل وصول الامرجنسي. طيب انا عايزه احافظ على اعضاء الجسم حيه لغايه ما الامرجنسي بتيجي وتتولى هي مسؤوليه البيشنت ده، طب اعمل ايه؟ اعمل له انا بقى بلاد سيركيوليشن من خلال الكومبريشنز. ال30 كومبريشنز دول انا بضغط بيهم على الشيست، الكومبريشنز فكرتها كلها اني بضغط على الشيست، بضغط على الهارت، فبعمل انا كونتراكشن وريلاكسيشن للهارت، بعمل انا بلاد سيركيوليشن. البلاد بيروح للفيتال اورجانز للبادي اورجانز كلها من خلال الكومبريشنز اللي انا بعملها. طيب ايه كمان؟ ما انا كده عامله بلاد سيركيوليشن لكن وداوت اكسجين، ما فيهاش اي اكسجين، فبعمل ايه؟ بدي بعد ال 30 كومبريشنز دول تو بريذنج، بفتح الاير واي وبدي البريذنج. حالا هنتكلم عن الكومبريشنز والبريذنج بالتفصيل، تعرف ازاي تدي الكومبريشنز وازاي تدي البريس، بس خليني اكمل بقيه الالجوريزم وهوريكم الديتيلز وبعد كده هعمل سمري ليها كلها. طيب انا شغاله 30 compressions و 2 breathing، بعد كده دايما بستنى الـ AED اللي انا اوريدي طلبته من الاول، فاكرين في الاول خالص لما لقيت البيشنت unresponsive انا عملت call for help وطلبت جهاز الـ AED، وبفضل مستمره في الـ CPR لغايه ما الجهاز بيوصل. وانس ان الجهاز وصل ببدا اشغله واشوف اذا كان البيشنت
محتاج شوك ولا لا. برضو اخلي الجهاز بعد شويه اتكلم عنه in details. خليني بس اتكلم دلوقتي يعني ايه compressions ويعني ايه breathing ويعني ايه airway افتحه ازاي. هنا في الصوره دي خد بالك معايا اهو، هنا ده مكان ايدي عشان اعمل chest compressions. المكان الايد مهم جدا جدا في التعامل مع البيشنت في التوقيت ده. بمعنى في ناس كتير بتخاف تبدا الشست كومبريشنز، بتقول لك انا هكسر الريبس بتاعت البيشنت، انا كده يحصل كومبليكيشنز. ايوه ده ريسك فعلا ممكن يحصل. طيب انا اتعامل معاه ازاي؟ يعني انا عايزه افيد البيشنت لكن ات ذا سيم تايم وداوت كومبليكيشنز من غير ما اكسر له الريبس. فبحط ايدي بالظبط هنا يا دكاتره، بحط ايدي راحت اليد الجزء دوت من الايد، مش ايدي كامله، راحت اليد هنا بحطها between the two navels هنا في the center of the chest at the lower part of the chest. شايفين بين الحلمتين بحط راحت اليد. ببعد ايدي، او طبعا عشان خاطر يعني to be more accurate ممكن بتحدد نهايه القفص الصدري هنا زي fluid process. العظمه دي بتكون طريه فلو ضغطت عليها هكسرها، عشان كده انا بعمل ايه، بحط ايدي عليها بس احدد مكانها اهو، وباصبعين فوقيها كده تحط راحت اليد اللي انت هتضغط بيها. يبقى انا كده بعدت عنها، انا بحدد مكانها فين واصبعين فوقيها واطلع فوق اضغط بقى في المكان اللي انت حددته فوق اللي هو في النهايه برضو هتلاقيه between the two navels. ده مكان ايدي عشان chest compressions. جميل. طب كام chest compressions هديهم للبيشنت؟ هديله 30 compressions. على عمق كام؟ على عمق 5 سنتي او 2 inches. ده معناه انك انت you will push hard. طيب سرعة الضغطات كام؟ يعني انا هدي فعلا 30 compressions، فنعتبر ان انا وانا بعد كده كأني بضغط اقول لك 1 2 3 4. لا طبعا كده مش هينفع، كده ده معناه slow compression، كده blood flow اللي رايح البرين مش مظبوط. انا بقول لك اعمل الكمبريشن الريت بتاعه المفروض يكون from 100 to 120 compression per minute، وده معناه push fast. يعني المفروض ان 30 compressions اللي انا بعملهم مع البيشنت ده دول ما يتعدوش ال 18 seconds، ما يتعدوش 18 ثانيه. بتخلص لل 30 ضغطه في اقل من 18 ثانيه، يعني بالظبط كده 1 2 3 4 5 6 7 وتكمل up to 30 مع الدبس اللي احنا اتفقنا عليه ال 5 سنتيمتر، مع الهاند لوكيشن برضو اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو between the two levels. في حاجه كمان بيقول لي minimize the interruption during compression، يعني مش هوقف الكمبريشن لاي سبب ايا كان الا عشان حاجتين اتنين، واحده ان انا ادي breathing للبيشنت وده بيكون بعد 30 compressions، والثانيه لما يكون جهاز الاي اي دي وصل وهبدا استعمله. otherwise ما توقفش الكمبريشن، لانك once انك وقفتها معنى كده انك وقفت لي البلاد فلو اللي رايح للبرين، فمعنى كده برضو هتقلل لي الشانس اوف سرفايفل للبيشنت ده، انت كده بتقلل لي نسبه نجاه البيشنت. فلازم اكمل كومبريشنز باستمرار، اخلص ال 30 كومبريشنز بالشكل اللي احنا اتفقنا عليه. طيب نبدا ندي اكسجين للبيشنت، نبدا ندي اكسجين للبيشنت ازاي؟ بفتح الاير واي اهو بالطريقه دي. قبل ما ادي البريدنج لازم افتح الاير واي. يعني ايه افتح الاير واي؟ اللي بيحصل ان البيشنت لما بيبقى ان ريسبونسيف التانج ماسل بيحصل لها ريلاكسيشن، فبتقوم افلال الاير واي، وبالتالي البيشنت مش هيقدر يدخل له اي اكسجين من خلال الاير واي. فلازم افتح مجرى الهواء بالطريقه بقول عليها الهيد تلت تشين ليفت اهو، بالعربي اماله الراس ورفع الذقن بالشكل ده. انا كده بعدل وضعيه عضله اللسان، التانج ماسل برفعها تاني ترجع للوضعيه الطبيعيه بتاعتها، وبالتالي بفتح الاير واي. كده لما اجي ادي التنفس الصناعي هيدخل الاكسجين من خلال الاير واي لللانجز. طيب عندي برضو حاله لازم نعرفها مع بعض. البيشنت بتاعي لو كان عنده هيد او نيك انجري ما ينفعش اتعامل معاه بالشكل ده، ما ينفعش افتح له الاير واي بالطريقه دي اللي هي الهيد تلت شن ليفت مانوفر. طب اتصرف ازاي؟ في الحاله دي بفتحها بطريقه بقول عليها الجو ثراست تكنيك. جو ثراست يعني بثبت الهيد في الوضعيه الطبيعيه اللي هي دي كده، انا بثبت راس البيشنت بايديا الاثنين من هنا وببدا ارفع الفك السفلي ده بس لفوق. المفروض ان محدش يفتح الاير واي بالشكل ده الا اللي ويل تريند عليها، يعني اللي ما يعرفش او ما اتدربش على الجو ثراست تكنيك ما يجربهاش، ما يعملهاش مع البيشنت. طيب هفترض ان انا عندي بيشنت عنده كسر في الرقبه ولازم افتح الاير واي بتاعه عشان ادي له بريدنج،
وانا ما اعرفش اعمل جو ثراس تكنيك، هل في الحالة دي اسيبه من غير البريدنج ولا افتح الاير واي بقى وممكن يحصل له باراليزس هو ونصيبه؟ في الحالة دي هقول لك ان الاولوية للبريدنج، فافتح لي الاير واي بالهيد تلت شن ليفت مانوفر. خلينا فاكرين انا بقول ده لو مفيش حل تاني، لكن الصح اللي هو الفيرست تشويس بتاعنا انك تفتح الاير واي بالجو ثراس تكنيك في حالة ان البيشنت يكون عنده هيد او نيك انجري. لو مش عارف افتحها بالهيد تلت شن ليفت مانوفر. طيب ايه النورمال كيسز؟ لو البيشنت ما عندوش اي انجري ولا في مشكله افتحها بقى بالطريقه العاديه خالص اللي هي الهيد تلت اهي تشن ليفت، كده مجرى الهواء مفتوح، يلا نديله بريدنج. الصوره هنا بتوضح لي ماوس تو ماوس بريدنج، بما اني في الشارع ومش معايا اي ديفايسز، مش معايا اي حاجه ادي بيها البريدنج للبيشنت، فانا هديله ماوس تو ماوس فنتيليشن. بمعنى ايه؟ هحط فمي على فم البيشنت واديله البريدنج، بس طبعا المفروض ان انا بحط بارير ديفايس هنا بيني وبين البيشنت، لان ممكن يحصل انفكشن، ممكن انا اعدي البيشنت او البيشنت يعديني. طيب بحط ايه؟ في حاجه اسمها الفيس شيلد، ده بلاستيك كده، او ممكن تيشو، او ممكن اي قماشه نظيفه بتحطها على فم البيشنت وبتديله البريدنج. بتقفل النوز، لازم اقفل النوز وانفخ في الفم، اديله نفس من نفسي، وعيني دايما على الشست بشوف هل بيحصل ارتفاع. لما بنفخ في الفم هل بيحصل ارتفاع؟ يبقى ده معناه ان البريدنج بتاعك مظبوط. طيب في ناس بتقول ان في دايركشنز ان احنا نلغي البريدنج عشان خاطر الخطوه دي، طبعا ماوث تو ماوث فنتيليشن عشان خاطر ما يحصلش انفكشن. لا، هو احنا ما نقدرش نلغي البريدنج، لكن احنا نقدر نبعد شويه عن الفيس شيلد او القماشه النظيفه اللي بقول لك عليها، او منديل او حاجه زي كده، لان ده برده مش هيخلينا نستبعد الريسك قوي. فبالتالي بيتر ان احنا نستعمل البوكيت ماسك، في ماسك طبعا كده بنستعمله بنحطه على فم البيشنت وبننفخ من خلاله، وده طبعا بيعتبر بارير ديفايس وبيكون ممتاز جدا، لكن في النهايه لازم ادي البريدنج للبيشنت، ما اقدرش اسيبه من غير بريدنج. طيب هنا اهوت كده عرفت الكمبرشنز، كده عرفت ازاي افتح الاير واي وازاي ادي البريدنج للبيشنت بتاعي. طيب هرجع تاني للالجوريزم، ادي بس اعمل سمري للادلت سي بي ار. قبل السمري هقول لك انه في حاجه اسمها 1 ريسك سكور سي بي ار وفي 2 ريسك سكور سي بي ار. بالنسبه للادلت بيشنت انا ما عنديش فرق، بمعنى ان ممكن مسعف واحد بس هو اللي يعمل السي بي ار للبيشنت ده، فهيعمل 30 كومبرشنز و2 بريذنج. طب لو كان في كمان مسعف معاه، واحد فيهم هيعمل 30 كومبرشنز والتاني هيعمل هو ال2 بريذنج، ويبدلوا مع بعض كل 2 مينتس او كل 5 سايكلز. هل الرقم ده بيختلف في حالات تانية؟ ال 30 compressions دول لو احنا مسعف، لو احنا مسعفين في حالة ال child او ال infant هيتغيروا ويبقوا 15 compressions. لكن بفكرك تاني، انا بتعامل النهاردة مع adult patient. adult patient سواء كنا risk score واحد 2 risk scores، ان شاء الله نكون 10 risk scores، احنا هنريح بعض هنبدل مع بعض لان ال compressions مجهدة جدا، لكن still ال number of compressions 30 compressions مش هيتغير. 1 risk score, 2 risk scores or more still 30 compressions. طيب تاني البيشنت بتاعي كولابسد ايا كان الكوز، والله بقى جاله مايوكاردا انفاركشن ولا جاله كان دايبيتك بيشنت ولا كان وات ايفر الكوز اللي حصل له، بقى ان ريسبونسيف، خلاص جه في منطقتي، بشيك على الريسبونسيفنس، بعمل كول فور هيلب واطلب جهاز الاي اي دي، هتكلم بعد شويه عنه، عن الديفيبريليتور. بعد كده على طول هبدا كاب السي اي بي سيكونس، بشيك على البالس، لو في لو ما فيش بالس هبدا على طول اعمل له 30 كومبرشنز و2 بريذنج. عرفنا ازاي نعمل كومبرشنز وعرفنا ازاي ندي ال2 بريذنج. هنا في سهم بيقول لي اف ذير از ديفينيت بالس، لو البيشنت عنده بالس، يعني انا حكيت لك كل السيكونس اللي انا حكيته لو ما عندوش بالس وما فيش كاردياك اوت بوت وبدانا احنا ال30 كومبرشنز والبريذنج. طيب لو كان البيشنت عنده بالس وما فيش بريذنج، هي مشكلته بس ان ما فيش كاردياك اوت، سوري، لو كان البيشنت عنده بالس يعني في كاردياك اوت بوت بس في مشكله في البريذنج، في الحاله دي مش بسميها كاردياك ارست، انا بسميها ريسبيراتوري ارست. طيب اتعامل مع البيشنت ازاي؟ هديله بريذنج وبس، ما فيش اي داعي انك تعمل له كومبريشنز. ليه؟ ده هو اوريدي في كاردياك اوت بوت، اوريدي قلبه شغال، كل المشكله اللي عنده انه محتاج بريذنج، محتاج اكسجين. فبديله، بفتح طبعا الاير واي وبديله 1 بريس افري 5 تو 6 سكندز، بمعنى ان انا هديله نفس واستنى يعدي 5 ثواني 1 2 3 4 5 وادي نفس
و5 ثواني تانيين ودي نفس وافضل مستمره بالوضع ده لمده دقيقتين. بعد الدقيقتين شيك لي تاني على التنفس، مش بس التنفس ده، انت كمان لازم تشيك على البلس، لان البيشنت ممكن البلس بتاعته تروح في خلال ال 2 مينتس دول. فبعد ما بتخلص الريسكيو بريدنج اللي هو بريس افري 5 اور 6 سكندز اللي هو بيعادل من 10 تو 12 بريس بير مينت، بعد ما بخلص 2 مينتس من الريسكيو بريدنج شيك، بس بليز مش تشيك بس على البريدنج، لا شيك لي كمان على البلس. لو لقيت انه في بلس وفي بريدنج كويس، بحطه في وضعيه بسميها ريكفري بوزيشن. ريكفري بوزيشن دي او اللي هي وضعيه الافاقه، بنايم البيشنت على جنبه كان اي واحد نايم على الجنب. الفكره كلها ان انا بخليه لما بينام على جنبه بحافظ على البيتنت اير واي، الاير واي بتاعه بيفضل مفتوح، التانج ماسل بتكون في الوضعيه الطبيعيه بتاعتها. وفي نفس الوقت لو البيشنت بتاعي مثلا في سيكريشنز في الفم او في بلود او في اي حاجه، لو كان طبعا في حادثه او كده، برضو اي سلايفا او سيكريشنز بتنزل من الكورنر اوف ذا ماوس، وبالتالي بيفضل الاير واي مفتوح وبيتنفس. يبقى انا كده محافظه على البالس ومحافظه على التنفس لغايه ما البيشنت يفوق او الامرجنسي بتوصل وتتولى هي مسؤوليه البيشنت. طيب لو بعد التو مينتس اللي انا شيكت عليهم دولت لقيت انه لا ده ما فيش بالس كمان، مش بس بريدنج، ده ما فيش بالس وبريدنج، في الحاله دي هكمل سي بي ار. طب لو عنده بالس وما عندوش بريدنج هعيد لك تاني، اديله بريس افري 5 تو 6 سكندز لمده دقيقتين. كده الادلت سي بي ار كملنا. هو هنا في بس تعديل على السلايد دي، الريت المفروض instead of 100، طبعا ده كان all the guidelines، النيو guidelines بتقول ان الريت from 100 to 120 compression per minute، ده المفروض ان احنا بنعمله مع البيشنت في حالة chest compressions. وكده خلصنا السلايد دي، المفروض بقى بننقل على اللي بعدها اللي هي الـ AED. الـ AED أو جهاز الـ Automated External Defibrillator، الجهاز ده أنا بستعمله عشان أدي شوك للبيشنت. طيب ده بيختلف إيه عن الجهاز اللي بنستعمله في المستشفى، الجهاز الكبير كده اللي ليه بادلز وبحطه على الشست وفير وفيه كمان مونيتور بيعرف لي رزم البيشنت؟ اللي بيحصل إن البيشنت لما بيقوم عليه مثلاً سيف في الشارع أو في أي مكان عام، احيانا كتيره قوي على بال ما نتصل بالطوارئ وتيجي تاخد البيشنت للمستشفى بيكون البيشنت مات، حتى لو انت عملت له سي بي ار احيانا بيكون مات. طيب ليه، ايه المشكله؟ يعني احنا نقلناه في مستشفى كويسه وفيها تجهيزات كويسه. اللي بيحصل ان البيشنت اول ما بيبقى كولابسد، الانيشال ريزم للبيشنت ده بيكون عباره عن فنتريكولار فيبريليشن. يعني ايه؟ يعني الهارت مش بيوقف تماما، الهارت بيحصل له نوع من الرعشه او الركفه، فانا بقول عليها فنتريكولار فيبريليشن. الفنتريكولار فيبريليشن ده التعامل معاه بيكون مش من خلال السي بي ار وبس، لا ده سي بي ار ولازم ادي صدمه كمان للبيشنت. طيب السؤال، طب ليه مش بستنى لما اودي البيشنت المستشفى وخلاص؟ ليه انا مضطره ان انا استعمل الجهاز الصغير ده وكده؟ فهقول لك الجمله بتوضح لي فكره الجهاز الاي اي دي، انه كل دقيقه بتعدي على البيشنت من غير ما أعمله سي بي آر وصدمة بتقلل لي نسبة نجاته من 7-10%. يعني لو البيشنت كولابسد على طول وجات له الكارديك أريست وأنا في مكان في الأي إي دي وعلى طول بدأت مع البيشنت اديت له شوك، ده نسبة نجاته تبقى 100%. لكن لو تأخرت مثلا 5 دقايق أو 10 دقايق يبقى أنا نزلت لل 50% بقى وحاجات زي كده. فما بالك لو تأخرت على البيشنت على بال ما تنقله المستشفى، ممكن ياخد نص ساعة أو ساعة أو أكتر، ده خلاص بيكون الرزم طبعاً الفنتريكولار فيبريليشن يتغير يمكن لأسيستولي، وطبعاً خلاص يعني الحالة مش كويسة. طيب هتعامل معاه إزاي؟ الجهاز ده إيه فكرته؟ موجود فين؟ بستعمله إمتى؟ بستعمله لمين؟ الجهاز ده أنا بستعمله لكل الأعمار، للأدلت بيشنت وكمان بستعمله للتشايلد وللإنفانت. طيب بستعمله إمتى؟ as soon as possible، once انك انت الجهاز ده وصل لك على طول ركبه وشغله، ركبه للبيشنت وشغله. طيب والسي بي ار؟ لان هل لازم اكمل 5 سايكلز من السي بي ار قبل ما اشغل الجهاز؟ لا، انا بقول لك once ان الجهاز وصل stop سي بي ار ويوز ذا اي اي جي. طب ليه؟ هنعرف السبب لما اقول لك ان السي بي ار اللي حضرتك بتعملها للبيشنت دلوقتي بتعمل لي حوالي من 25-30% من البلاد سيركوليشن،
صح النسبة قليلة، لكن كافية إنها تخلي الـ vital organs still alive، still شغالة، حية. لكن لما الـ AED بيوصل ونبدأ ندي شوك للـ patient، أنا بحول الـ ventricular fibrillation لـ normal sinus rhythm، ده معناه 100% circulation. يبقى الاختيار بتاعك هيكون لمين؟ هل الـ CPR اللي هي الـ maximum 30%، ده في حالة إنك بتعمل conversion طبعاً بشكل سليم والـ breathing بشكل effective، ولا إنك تستعمل AED اللي هو هيرجع للـ patient 100% circulation؟ عشان كده الأولوية عندي للـ AED. طب ده معناه إن أنا لو أنا لسه بعمل بس عملت 2 أو 3 cycles من الـ CPR، هل أوقف وأستعمل AED؟ آه، حتى لو ما عملتش الـ CPR، حتى لو لسه ما بدأتش مع الـ patient. أهم حاجة عندي من شروط استعمالي للـ AED إن الـ patient يكون unresponsive وبريسلس، مفيش أي chest rise عندي، البيشنت مش بيتنفس، وبالسلس. تشيك لي على التلاتة دول. وانس إنك شيكت لي عليهم التلاتة ومش موجودين، ابدأ ركب الجهاز لو هو available. طب لو مش available، خلاص اشتغل CPR لغاية ما الـ AED يكون موجود. كان في سؤال إن إحنا لو أنا 1 risk score أو 2 risk scores. لو إحنا 2 risk scores، هقول لك ان احنا مش بنفوت ولا ثانيه الا لما بنكون بنتعامل مع البيشنت. لازم ايدي تكون على البيشنت، بمعنى واحد فينا هيبدا يشغل الجهاز والتاني هيكون شغال سي بي ار مع البيشنت. بس وانس ان انا فتحت الجهاز وحطيت الاقطاب ووصلت والجهاز هيبدا يحلل، هقول لزميلي ابعد، ايا كان عدد السايكلز اللي هو عملها او عدد الكومبريشنز اللي هو عملها، ستوب. يعني تقدر تقول ان اهم حاجه عندي هي الاي اي دي، انا بتسلى بس في السي بي ار على بال ما الاي اي دي يكون جاهز. بس وانس وانا جاهز، ستوب سي بي ار. طب لو انا لوحدي، والله انا مش 4 ايادي، انا ليا ايدين بس، فبالتالي زي ما قلت لك شيك لي على الريسبونسيفنس والبريدنج والبالس، مش موجودين ركب الجهاز واستعمله. لو مش موجود تاني اشتغل سي بي ار لغايه ما الجهاز يكون موجود. طيب بستعمل الجهاز ازاي؟ انا كده عرفت ان انا بستعمله مين، ادلت وتشايلد وانفنت، وعرفت بستعمله امتى. طيب بستعمله ازاي؟ اول حاجه بفتح الجهاز من الزرار اللي هناك ده. طبعا كل شركه بيكون ليها تصميم معين للجهاز، بس الفكره واحده، هم اول عن اخر في الجهاز زرارين، زرار بفتح منه وزرار بضغط على بضغط عليه عشان ادي شوك للبيشنت. طيب انا اول حاجه بفتحها هي زرار الاون، بضغط عليه بفتح الجهاز. هيبدا يديني عارفين اللي هو instructions، بتوضح لي ايه الخطوات اللي المفروض اعملها. مش مطلوب منك تعرف اي حاجه خالص عن البيشنت ولا عن الجهاز وانت بتستعمل AED، يعني بس اسمع كلام الـ AED هيقولك اعمل ايه. هنا هيقولي اول حاجة، هيقولي apply the pads. اول حاجة كده لو فتحت الجهاز هيقولي apply the pads، دي البادز اهي. لو خدتوا بالكم هتلاقوا فيه رسمة على البادز وفي سهم احمر بيوضح لي مكان كل باد احطها فين. هنا واحدة على اللور ليفت سايد وواحدة على الابر رايت ابر تشيست. هنا هو بحط الباد زي ما هو مرسوم قدامي وبعدين بوصلها. طيب هل كل الحالات بتكون جاهزة ان احط البادز وخلاص؟ لا، في حاجة بنقول عليها special considerations، بمعنى ان احيانا ممكن البيشنت يكون عنده هيري تشيست. هنا البيشنت مشعر قوي، فلما اجي احط البادز هيفضل جهاز يقول لي apply the pads apply the pads، مش معترف اصلا انك انت حطيت البادز. ليه؟ لان الهير نفسه بيعتبر بارير بين الباد والسكن، بين الباد والتشست. طب اعمل ايه في الحالة دي؟ قدامك حل من اتنين، يا اما بموس هتشيل الشعر اللي موجود على الجزء ده، مش لازم تشيل التشست كله، انا بس يهمني الجزء اللي انا يعني you will apply the pads on it، فشيل الشعر من الجزء ده، او انك انت بالباد دي نفسها طبعا بتكون ستيكي بتلزق على التشست، بتقوم جايب الباد وضاغط عليها قوي وتقوم رافعها كده بسرعة عشان خاطر تشيل الشعر اللي موجود في المنطقة دي، وبتستعمل another sterile pad، ما تستعملش الباد اللي انت شلت بيها الشعر. ف whatever the way اللي يريحك اعمله، اهم حاجة انك بتشيل الشعر وبتستعمل another pad، او انك انت بتشيل الشعر دوت بريزر او موس او اي حاجة. طيب احيانا بيكون البيشنت دوت بيستعمل transdermal patch، في الحالة دي انا ما اقدرش احط الباد على الباتش بتاعت الميديكيشن اللي اوريدي في الشيست، فبشيل الميديكيشن باتش بتاعت البيشنت، ممكن نيتروجليسرين باتش او اي حاجة، بشيلها ووايب ذا تشيست امسحهولي كويس وبعدين احط الباد. طب احيانا بيكون البيشنت ده ممكن يكون كان غريق او في مية موجودة على التشيست، امسحها لي قبل ما تحط الباد. طب ممكن يكون البيشنت ده عنده بيس ميكر،
في الحالة دي أنا ببعد عن البيس ميكر، ببعد الباد بتاعتي عن البيس ميكر at least 1 inch 2 سنتي ونص، ما تحطش البادز على البيس ميكر. كده خلاص أي consideration إحنا كده تمام، أي حاجة من دي أنا بتعامل معاها وبوصل الفيشة، خلاص بحط الفيشة هنا. اللي بيحصل إن بمجرد ما بحط الفيشة هنا بيبدأ الجهاز يحلل. في التوقيت ده لو احنا اتنين كل اللي انا بعمله ده وزميلي شغال سي بي ار، يعني انا بفتح الجهاز وبحط البادز والفيشه وكل ده وزميلي حاطط ايده هنا وشغال كومبريشنز وبريدنج، ملوش دعوه بيا. بس وانس ان انا حطيت الفيشه والجهاز هيبدا يحلل تول انالايز هارت ريذم، لازم اسال زميلي والكل ان هو يبعد عن البيشنت، كلير ذا بيشنت. البيشنت هنا المفروض ان الاي اي دي بياخد الريزم بتاعه في التوقيت ده، اي حد ملامس للبيشنت الاي اي دي هياخد رزم هو كمان، فهيديني قرايه غلط للرزم. وبالتالي وانس ان الاي اي دي ستارت تو انالايز بليز كلير ذا بيشنت، وهو هيقول لك كلير ذا بيشنت، مش مطلوب منك غير انك انت تمشي على الانستراكشنز بتاعته. طب بعد ما عملت كلير البيشنت استنى بقى الريزلت اوف اناليسيس، هل شوكابل ريذم ولا نان شوكابل ريذم؟ هنا مش هيقول لك اذا كان بالسلس في تاك او فنتريكولار فيبريليشن او اي حاجه خالص، وكل الحكاية انك بتسيبه يحلل وهو هيقول لك هل الرزم بتاع البيشن ده محتاج شوك ولا نو شوك. اذا قال لي نو شوك ادفايزد انا هكمل سي بي ار عادي خالص، لكن لو قال لي شوك ادفايزد ده معناها ان البيشن بتاعي محتاج شوك، فهيبدأ هو يشحن عشان خاطر يجهز للشوك اللي انا هديها للبيشن، وفي نفس التوقيت هيقول لي clear the patient، لازم أبعد أي حد عن المريض قبل ما أضغط على زرار الصدمة. ليه؟ أي واحد هيلامس البيشنت وأنا بدي صدمة ليه للبيشنت هيتحول هو طبعاً اللي هياخد الصدمة دي هو كمان، فهتحوله لحالة الكارديك أريست. يعني إيه؟ نفس فكرة الكهرباء، واحد اتكهرب فوقع أغمى عليه وجات له كارديك أريست، بمعنى إن الجهاز ده فيه حوالي من 150 ل 200 جول. ال 150 ل 200 جول دول كافيين ان هم يحولوا رزم البيشنت ده من الفنتريكولار فيبريليشن اللي عنده للنورمال ساينس ريذم، بس كمان كافيين ان هم يحولوا لي رزم اي واحد ملامس ليه من النورمال ساينس ريذم للفنتريكولار فيبريليشن. يعني تاخد بالك وانت قبل ما تضغط على زرار الصدمه ان مفيش اي حد ملامس للبيشنت، وتجيبه لي من اول راسه لغايه رجليه، محدش مقرب له ومحدش ملامس للبيشنت. خلاص اتاكدت مفيش حد قريب منه، اضغط على زرار الصدمة بعد ما بديك الالارم، بيكون جاهز بعد التشارجنج، بيكون جاهز، ادي الصدمة. اديت صدمة للبيشنت، كمل بقى 5 سايكلز من السي بي ار. ال 5 سايكلز من السي بي ار دول بياخدوا بالظبط 2 مينتس، لو انت اشتغلت بالدبس المظبوط بالريت المظبوط هياخدوا منك بالظبط 2 مينتس. الجهاز ده مصمم ان هو كل 2 مينتس هيبدا يحلل تاني، بمعنى انك هتخلص ال 5 سايكلز من السي بي ار او 2 مينتس من السي بي ار، وهو هيقول لك stop CPR وanalyzing، برضو هتوقف CPR وتحلل نبض البيشنت تاني. هل محتاج شوك؟ هل الرزم still shockable؟ okay clear the patient، ادي الشوك، كمل another 5 cycles من CPR، وبفضل مكمل بنفس الشكل ده. طب لو قال لي no shock advised، no shock advised برضو هكمل CPR. بس ليه no shock advised؟ ليه ممكن يقول لي no shock advised؟ وليه بكمل CPR مش بشيك على البلس؟ شوف يا دكاترة، الرزم بتاع الفنتريكولار فيبريليشن او البالسلس في تاك دولت هم الشوكابل رزمز، فوانس ان الاي اي دي لقاهم هيقول لك شوك ادفايزد وتدي الشوك، لكن لو ما لقاهمش هيقول لك نو شوك ادفايزد. مش لازم تعرف ايه اللي اتغير، لكن احنا هنحكي مع بعض اذا فارماسيست ايه اللي اتغير. اللي بيحصل بما ان نو شوك ادفايزد معنى كده ان الفنتريكولار فيبريليشن يا اما تحول للاسيستولي، وده طبعا مشكله اكبر لان الريكفري منه بيكون نسبته اقل، بس anyway الاسيستري نوت شوكابل، مش بتعالج بشوك، هكمل مع البيشنت سي بي ار وبس، او ان البيشنت الريزم بتاعه اتحول من الفنتريكولار فيبريليشن للنورمال ساينس ريذم، وده معناه انه مش محتاج اصلا ولا شوك ولا سي بي ار، ده بقى كويس. طيب ليه مش بشيك على البلس على طول؟ لا، انت هتكمل بمجرد ما الاي اي دي يقول لي نو شوك ادفايزد، كمل 5 سايكلز من السي بي ار وبعدين يبقى شيك على البلس. حتى لو البيشنت عنده نورمال ساينس ريذم هو محتاج جاست امبروفمنت للبلاد سيركيليشن اللي عنده، فانا هعمله الفايف سايكلز دول وبعدين اشيك على البالس. اذا ما لقيتش بالس ده يبقى فعلا اسيستلي وهكمل سي بي ار عادي خالص. اذا لقيت بالس ده نورمال ساينس ريذم، شيك لي على البريدنج للبيشنت، هل البيشنت بتنفس كويس ولا لا. اذا
مش بيتنفس هديله ريسكيو بريس افري 5 تو 6 سكند لمده دقيقتين. اذا بيتنفس خلاص حطولي بس في وضعيه الافاقه او ريكفري بوزيشن. دي خطوات الاي اي دي. هنا الخطوات اهي احنا كاتبينها باور اون ذا اي اي دي، بشغل جهاز من الزرار ده وبعدين بحط البادز على التشست بنفس الشكل. الحاجه المهمه اللي انا عايزه اقولها لكم من خلال الكلام او الخطوات اللي انا قلتها، انا ما جبتش سيره حاجه او الاي اي دي ما جابش سيره مثلا الفنتريكولار فيبريليشن او ازاي تقرا الريزم اوف ذا بيشنت او تحدد كام جول. الفكره كلها بتفتح الجهاز قال لي ابلاي ذا بادز حطيتها، قال لي حط الفيشه هنا حطيتها، قال لي كلير ذا بيشنت تو انالايز اوكي بعت الناس، بعدين استنيت هل شوك ولا نو شوك. حتى هو ما قاليش ده فنتريكولار فيبريليشن او كذا، لا خالص، هو قال لي شوك ادفايزد او نو شوك ادفايزد. اذا شوك ادفايزد هضغط على الزرار ده، هو بينوره لي بيديله نور كده في الزرار ده عشان اعرفه، وبعمل كلير للبيشنت وبضغط على الزرار. مش محتاج انك انت تكون واحد في الميديكال فيلد عشان تستعمل الجهاز. ومن هنا جت الفكره ان في الاول خالص لو تفتكروا قلت لكم انا محتاجه استعمل الجهاز ده في الدقائق الاولى من الكاردياك ارست، لان كل دقيقه بتعدي على البيشنت without shock and CPR it will decrease the chance of survival by 7 to 10% per minute. طيب لو انا وفرت الجهاز، ما انا ما اقدرش احط دكتور او نرس على كل جهاز في البابليك ارياز. بالتالي الجهاز مصمم ان اي حد جنب البيشنت يستعمله ايا كان، even non healthcare providers، مش لازم تكون physician او technician او pharmacist او nurse او whatever عشان تستعمل الجهاز. اي حد يقدر يستعمل الاي اي دي ويدي شوك للبيشنت، وبالتالي انا خدت النتيجه انه already البيشنت اخد شوك. مش مهم عندي مين اداله، physician ولا غيره، البيشنت اخد شوك. هي دي الفكرة من جهاز الـ AED، وبالتالي طبعاً بيكون مفيد جداً في حالات الكارديك أرست للناس اللي هم بعيدة عن المستشفيات. إحنا بس شرحنا الـ Ventricular Fibrillation أو الـ 150 جولز دي بس عشان أوضح لكم الفكرة، لكن الجهاز مش بيتكلم عن أي حاجة من دول خالص. الـ Ventricular Fibrillation والشوكابل ريدم والحاجات دي هنتعرف عليها في الـ Advanced Cardiac Life Support. في الـ Advanced Cardiac Life Support أنت معاك الـ Manual Defibrillator، الجهاز اللي فيه الشاشة اللي من خلالها لازم تتعرف على رزم البيشنت بنفسك، وبرضو لازم تكون عارف مين فيهم شوكابل ومين فيهم نون شوكابل، وإذا كان شوكابل هدي الشوك بكام جولز. فلازم يكون فعلا حد ويل تريند عشان يقدر يستعمل المانوال ديفيبريليتور. لكن الـ AED لا، مش لازم خالص، أي حد يقدر يستعمل الـ AED بمنتهى البساطة. كده احنا خلصنا الجزء الخاص بالأدلت CPR والـ AED. على فكرة كورس البيزك لايف سبورت احنا قلنا انه بنناقش فيه اكتر من حاجه، مش بس الادلت سي بي ار، ادلت وتشايلد وانفنت، وبناخد كمان الكومبليت ايرواي اوبستراكشن والاي اي دي. بس الكومبليت ايرواي اوبستراكشن وطبعا التشايلد والانفنت انا هخليهم في العملي، لو انتوا حابين نتناقش فيهم ناخدهم في العملي اتس اوكي. لكن انا عامله فوكس النهارده على الادلت سي بي ار والاي اي دي، لان هم دول المدخل للادفانسد كاردياك لايف سبورت. انا عايزه ادخل على الادفانسد كاردياك لايف سبورت. مستعدين؟ جاهزين؟ اوكي تعالوا. البيشنت بعد ما عملنا له السي بي ار، واحنا استنينا ان الاسعاف يوصل ياخده مننا عشان يوصله للبيشنت. دكتوره مروه هتعرفي منين عاده البيشنت اللي بياخد اوفر دوز بيكون باين قوي ان هو اخد ادويه، ياخد شريط كامل او العلبه بتكون جنبه فاضيه، بيبان انه اخد ادويه كتير، بتعرف الهيستوري. تمام، هتلاقي واحد يقول لك انا ده كانت محاوله انتحار او اخذ الشريط الفلاني وبعد كده اغمى عليه بالشكل ده، فانا ببقى بطول معاه السي بي ار شويه ازيد من الباقيين. الفكره دلوقتي ان انا خلاص عايزه اعدي البي ال اس، لانك انت لو خدت بالك هتلاقيني انا ما عملتش اي حاجه تخص الميديكال فيلد. كل الحكايه بقول لك اضغط لي على التشست واديني بريدنج. اي حد في الشارع يعرف يعمل الخطوتين دول. هم مهمين وسيفنج ذا لايف اوف ذا بيشنت صح، لكن انت as a pharmacist ما ينفعش نقف على قد الخطوتين دول، لازم ندخل على advanced cardiac life support. عشان تكون ACLS certified لازم تكون عارف number one CPR، ازاي تعمل CPR. number two identify the rhythm. البيشنت لما بيوصل المستشفى التيم اللي بيكون مسؤول عنه هو الكود بلو تيم، يعني سواء البيشنت اغمى عليه في المستشفى او جاي لنا اصلا unresponsive عنده cardiac arrest، انه حالة تبلغ عنها ودخلت المستشفى، في تيم كده مسؤول عن البيشنت دول اللي هم عندهم cardiac arrest، وبيجوا
ومعاهم الكراش كارت. الكراش كارت اللي هي بتبقى كده زي عربية صغيرة وفيها مونيتور وفيها مانوال ديفيبريليتور اللي هندي بيه الشوك، وطبعا فيها الميديكيشن المطلوب، وفيها كمان انابيب التنفس لو البيشنت محتاج انتوبيشن او الباج ماسك او التفاصيل دي كلها. طيب المفروض في الادفانسد كاردياك لاف سبورت في تيم وفي تيم ليدر. احنا هنكون التيم ليدر مش بس تيم ممبرز، هنكون تيم ليدرز. وعشان تكون تيم ليدر لازم تكون عارف خطوات السي بي ار، لازم تتعرف على رزم البيشنت، ازاي تحدد ان هو في اف ولا في تاك ولا برادي ولا تاكي ولا نورمال. النهارده ان شاء الله هنتناقش مع بعض في التفاصيل الاي سي جي، هناخد البيزكس ونتكلم ازاي تتعرف على الرزم. عرفت الرزم؟ اوكي اتفضل بقى ايه اعمل له مانجمنت، عالجه لي. في حاجه كمان، بما اننا بنتكلم عن تيم ممبر تيم ليدرز، يبقى لازم نعرف التيم داينامكس، ازاي تتعاملوا مع بعض اثناء الريسسيتيشن. يعني ما بقاش انا مثلا تيم ليدر فازعق للتيم ممبر انه انت اعمل الحاجه الفلانيه مش عارف اعملها، طب علي صوتي عليه. ما ينفعش. او ما ينفعش مثلا ان انا اجي للتيم ممبر المسؤول عن الميديكيشن اقول له اديني ايبينفرين، ادي البيشنت ايبينفرين. غلط غلط. لازم ادي له كومبليت مسج، زي مثلا ادي له ادي ايبينفرين للبيشنت، لازم احدد له الدوز، لازم احدد له الروت ادمنستريشن، اذا كان في اي سبيشال كونسيدريشنز كمان اديها له. فهنا كل التفاصيل دي هنناقشها في التيم داينامكس، وانا اوريدي بعت فيديو للدكتور ناجح ان شاء الله هيشيره، هيوضح لكم الخطوات دي كلها. طيب هبدا على طول بالاي سي جي، ازاي تتعرف على الريزم اوف ذا بيشنت. قبل ما نعرف الاي سي جي لازم اعرف الاول ايه اللي بيحصل في الهارت، ازاي الامبلس بتتحرك في الهارت، او زي ما احنا بنقول كده عليها النورمال امبلس كوندكشن. معايا؟ هبدا من الساينو اتريال نود. الاس اي نود بتعتبر المين بيس ميكر في الهارت، هي اللي بتطلع لي الامبلسز، هي مصدر الكهرباء اللي بتحصل في الهارت. شكرا دكتور ناجح. هي دي مصدر الكهرباء الاساسيه اللي بتحصل في الهارت، بتطلع لي امبلسز بمعدل من 60 ل 100 امبلس بير مينيت. لو قالت عن كده، قالت عن 60 او 50 according للنيو جايد لاين، ده معناه ان البيشنت هيكون عنده براديكاردي، ولو زادت عن 100 معناه ان البيشنت هيكون عنده تاكي كاردي. واضح يا دكاتره؟ طيب هنفترض ان احنا هناخد امبلس بس ان اللي طلعت من هنا، هتروح فين؟ طريقها هيبقى ماشي ازاي؟ الاس اي نود هتطلع الامبلس منها اهي، وتروح الاول على الاتريوم تعمل له كونتراكشن، وبعدين تعدي من الاي في نود، دي الاي في نود اهي، تنزل على الفنتريكلز تعمل لها كونتراكشن. هنا حصل الكونتراكشن للهارت، وبعدين يحصل الريلاكسيشن، تدخل امبلس ثانيه اللي بعدها، وبالشكل ده بيحصل الهارت بيت. تعال بقى نرسم كل اللي حصل دوت على ورقة اي سي جي. دي ورقة الاي سي جي البيزكس. بصوا هنا الشكل ده بقول عليه البي ويف، شايفين عامل زي نص الدايرة كده صح؟ صح يا دكاترة؟ نص دايرة. شايفين البي ويف؟ هاخد حتة حتة. واحد ولا اتنين؟ اتنين لو مش فاهمين. واحد اوكي؟ اوكي. البي ويف هنا دي بتمثل لي الاتريال كونتراكشن، بمعنى ان اي حاجه هتحصل في الاتريال كونتراكشن هيبان على شكل البي ويف. يعني طول ما البي ويف ابرايت موجوده اهي فوق اهي، وفي نفس الوقت عامله زي السايكل كده، زي السيركل سوري، زي السيركل، ده معناها ان الاتريال كونتراكشن بيحصل بشكل طبيعي. لو شفتها جايه تحت او واخده شكل مختلف، اعرف ان في مشكله عندك في الاتريال كونتراكشن. طب ده حلو. اللي بعد كده الكيو ار اس كومبلكس، ده بيمثل لي الفنتريكولار كونتراكشن. اي حاجه ابنورمال في الفنتريكولار كونتراكشن هتبان هنا، بس هتبان فين؟ في وسع الكيو ار اس كومبلكس. شايفين البيز هنا، المسافه بين الكيو والاس هنا، بتحدد لي اذا كان الفنتريكولار كونتراكشن حصل بشكل طبيعي ولا لا. بمعنى ان ال QRS complex هنا ال whites between ال Q وال S طول ما هو اقل من 3 small squares، ده معناه انه طبيعي. يعني ايه small square؟ شايفين المربع الصغير ده؟ تقريبا هنا المسافة بين ال Q وال S يمكن واحد بس، 1 small square او 2 small squares. نقفل المايك يا دكاترة بعد اذنكم. طول ما هو واحد، حاضر حاضر يا دكتور.
انت ماشي معايا طيب ولا ال QRS complex احنا شغالين فيه؟ ال QRS complex هقول تاني ان هو بيمثل لي ال ventricular contraction، وعشان اعرف اذا كان حصل contraction طبيعي ولا في مشكلة انا هشوف ال wides او المسافة بين ال Q وال S. طول ما هي 1 small square او 2 او 3 small squares ده معناها انه normal QRS complex، او بقول عليه نارو كيو ار اس كومبلكس، وده بيقول لي ان الفنتريكولار كونتراكشن حصل بشكل طبيعي. طب لو كان واسع شويه، انه العدد السمول سكويرز اكتر من 3 سمول سكويرز، هنا الجزء ده كده اوسع من 3 سمول سكويرز، ده بيقول لي ان في مشكله عندي في الفنتريكولز. خليكم فاكرين النقطه دي عشان هنشوفها بعد كده. طيب احسبها ازاي بالتايم يا دكاتره؟ اعرف ان كل سمول سكوير هنا بيساوي 0.04 من الثانيه from second، بما معناه انه الوايتس الطبيعي للكيو ار اس كومبلكس from 1 سمول سكوير to 3 سمول سكويرز، او from 0.4 لغايه 0.12 second لو بنحسبها بالتايم. طب كده كويس قوي، انا كده شفت الاتريوم كونتراكشن وشفت الفنتريكولار كونتراكشن. انا عايزه اعرف بقى الحاجه الثالثه واللي مهمه جدا، الوقت اللي بتحتاجه الامبلس عشان تعدي من الاتريوم للفنتريكلز من خلال الاي في نود، ده بيحددهولي البي ار انترفال من بدايه البي لغايه الار. شايفين بدايه الكيو ار اس كومبلكس هنا الجزء ده، ده البي ار انترفال. البي ار انترفال ده هو بيمثل لي الامبلس خدت وقت قد ايه عشان تعدي من خلال الاي في نود. المفروض انه يكون from 3 to 5 small squares، اذا لقيتهم اكتر من 5 اعرف ان في بلوك في الاي في نود، في مشكله عندي في الاي في نود، او التايم from 0.12 to 0.20 seconds. ده معناه الامبلس لو اخذت اكتر من 0.20 second عشان تعدي، ده معناه ان عندي prolongation. again حاضر يا دكتور امنية، حاضر، في عندي prolongation في البي ار انترفال، وبقول عليها طبعا ده indication عندي ان انا عندي AV block، بقول عليه AV block. ده هيبقى يكون طيب من البراديكارديا وهنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي. هعيد من تاني، شوفوا يا دكاتره هرجع تاني للسلايد دي مهمه قوي عشان تفهم او تتخيل معايا. الامبلس اهي جاي لي من الاس اي نود، تمام، هتروح للاتريوم تعمل لي اتريال كونتراكشن، بعدين تعدي من الاي في نود وتروح للفنتريكلز تعمل لي فنتريكولار كونتراكشن. ارسم ده ازاي؟ ارسم. اوكي دكتور مصطفى، اوكي ارسم ده ازاي على ورقه اي سي جي؟ هبداها اهو، الشكل ده بسميه بي ويف، وده بيمثل لي الاتريال كونتراكشن. لو لقيت البي ويف ابرايت وراوندد ده معناه ان الاتريال كونتراكشن تم بشكل طبيعي. بعد كده الكيو ار اس اللي عامل زي الثمانيه ده والمثلث اللي من غير قاعده ده، كيو ار اس ده بيمثل لي الفنتريكولار كونتراكشن. لو لقيت ان القاعده دي من اول 1 سمول سكوير لغايه 3 سمول سكويرز، ده مع انا بتكلم بسرعه اكتر من حد، تقولي بالراحه شويه، بتكلم بسرعه لغايه سمول سكويرز 3 سمول سكويرز، ده معناها انه نورمال. الكيو ار اس كومبلكس بتاعي بقول عليه نارو كيو ار اس كومبلكس او نورمال كيو ار اس كومبلكس. شكرا يا دكتور. طيب وده انديكيشن ان انا عندي الفنتريكولار كونتراكشن تم بشكل طبيعي. كده انا اطمنت على الاتريال كونتراكشن واقدر اقراه كويس من البي ويف، اعرف اذا كان نورمال ولا اب نورمال، وبرده اعرف اذا كان الفنتريكولار كونتراكشن تم بشكل طبيعي ولا لا من الكيو ار اس كومبلكس. طب انا عايزه اعرف الامبلس عدت من خلال الاي في نود في وقت طبيعي ولا اخذت وقت اطول، هل البيشنت ده عنده اي في بلوك ولا لا، بشوف من بدايه البي ويف لبدايه الكيو ار اس كومبلكس، الجزء ده بقول عليه البي ار انترفال اهو، ده المفروض انه ما يزيدش عن 5 سمول سكويرز، بيكون من 3 ل 5 سمول سكويرز، اذا زاد عن 5 اعرف ان عندي اي في بلوك، البيشنت ده عنده مشكله في الكوندكشن وهيكون عنده براديكارديا، ده نوع من البراديكارديا. بعد كده على طول بقى هتيجي التي ويف، ودي بتمثل لي الريلاكسيشن، فنتريكولار ريلاكسيشن. كده واضح يا دكاتره؟ واضح لغايه دلوقتي؟ السلايد دي مفهومه؟ طيب تعالوا بقى نبدا نطبق عملي. عشان تتعرف على اي ريزم لازم تاخد بالك من الخمس حاجات دول. اول واحده الريت،
ازاي تحدد اذا كان البيشنت دوت عنده برادي او تاكي كارديا او نورمال، الريت بتاعه نورمال، الرزم بتاعه هل هو ريجولر ولا الريجولر، هنعرفه دلوقتي مع بعض. طب في بي ويف، الرزم بتاعه في بي ويف، وهل لو موجودة نورمال ولا فيها مشكلة. طيب البي ار انترفال هل طبيعية ولا فيها اي برولونجيشن، بحيث ان انا في الاخر اقول ان البيشنت ده عنده اي في بلوك. طب الكيو ار اس كومبلكس هل موجود، يعني كل بي ويف بعدها كيو ار اس كومبلكس ولا لا، واذا موجود هل وايت ولا نارو. خلينا نبدا باول رزم هنا، ده اول واحد. بصوا لي كده على الرزم ده يا دكاتره، نبدا كده بالبي ويف، ايه رايكم فيها، نورمال ولا اب نورمال؟ شكلها راوندد وابرايت، مظبوط مظبوط دكاتره سامعيني؟ نورمال، تمام. يبقى ده معناه ان الاتريال كونتراكشن تم بشكل طبيعي. طب اللي بعد كده الفنتريكولار كونتراكشن اخباره ايه؟ الكيو ار اس كومبلكس، شوف كده لتحت، يعني ماكسيمم 1 او 2 سمول سكويرز، يبقى نارو كيو ار اس كومبلكس، فبقول عليه برضو نورمال كيو ار اس كومبلكس، ده انديكيشن انه نورمال فنتريكولار كونتراكشن، مظبوط. تعالوا بقى نشوف البي ار انترفال، الامبلس خدت وقت قد ايه عشان تعدي من خلال الاي في نود، هتيجي تعدي لي من اول البي ويف لغايه بدايه الكيو ار اس كومبلكس اهي، اهو 1 2 3 4 5 5 سمول سكويرز، ده معناها ان البي ار انترفال هي كمان نورمال، خدت الوقت الطبيعي لغايه هنا. طالما الاتريال كونتراكشن طبيعي والفنتريكولار كونتراكشن طبيعي والكوندكشن ثرو ذا اي في نود للامبلس هو كمان خد الوقت الطبيعي بتاعه، بقول عليه ساينس، الرزم ده ساينس. لكن ساينس ايه بقى لسه مش قادر احدد، هل هي ساينس نورمال ولا برادي، ساينس برادي ولا ساينس تاكي كارديا، لازم احسب الهارت ريت الاول عشان اقدر احدد الرزم بتاعي ده نورمال ايه او ساينس ايه. عشان تحدد الهارت ريت عندي اكتر من طريقه، اسهلهم واجملهم بصراحه، انك بتجيب لي كده الاي سي جي بيبر في 6 سكند، تحدد لي 6 سكند وتعد لي كام كيو ار اس كومبلكس، او بنقولها برضو كام فنتريكولار كونتراكشن، مش احنا لسه قايلين ان الكيو ار اس كومبلكس هي نفسها الفنتريكولار كونتراكشن، بتعد لي كام واحده في ال 6 سكند دول، وعشان احسبها احسب الهارت بيتس بير مينيت اللي هي بير 60 سكند يبقى هضرب في 10. احسبوا لي الهارت ريت يا دكاتره، يلا احسبوا لي الهارت ريت، كم كيو ار اس كومبلكس يا دكاتره قدامكم على الشاشه؟ بالظبط 80. دكتوره ايات خدت الطريقه، طيب هنحكيها دلوقتي يا دكتوره ايات، بس خلينا في الطريقه الاولى، 80 بالظبط، 80 ده في النورمال، في النورمال رينج من 60 ل 100، مظبوط. طيب حلو، دي اول طريقه، وعلى فكره الطريقه دي بتنفع للريجولار ريذم والريجولار ريذم. يعني ايه ريجولار والريجولار؟ ريجولار معناها ان الديستانس بتوين الار ويف هنا، مش دي كيو ار اس، الار هنا المسافه بين الار والار هنا زي دي برضو نفسها زي دي زي دي زي دي، كل المسافات دي متساويه، ده بقول عليه ريجولار ريذم. لكن لو لقيت ان الار ار هنا دي مثلا نقول بينهم 4 بيج سكويرز، وفجاه الار ار اللي بعدها كانت 5 او 6 بيج سكويرز، ده معناه انه الريجولار ريذم، مش كل المسافات متساويه، بقول عليها الريجولار ريذم. طيب ده ريجولار ولا الريجولار دكاتره بسرعه، ريجولار ولا الريجولار؟ 6 سكندز مينز هاو ماني سكويرز؟ 30 يا دكتور، 30. لو جينا نحسبها بالبيج سكويرز احسبي لي 30، عد لي 30 بيج سكوير من دول هيساوي لك 6 ثواني، اضربي في 10 هيطلع لك الهارت ريت. بالظبط يا دكاتره، الريزم دوت ريجولار ريزم. هنا هتلاقي كل حاجه نورمال، نورمال اتريال كونتراكشن ونورمال فنتريكولار كونتراكشن ونورمال البي ار انترفال، وكمان الهارت ريت نورمال. طب في طريقه كمان ثانيه للهارت ريت، عشان نحسب الهارت ريت بتوين الار والار، خلينا نختار دول هنا، عد لي كام بيج سكويرز، كام بيج سكوير يا دكاتره؟ بعدين لما الدكتوره قالت 300 على العدد اللي انت لقيته، 300 على 4، بسرعه مين شاطر في الحساب؟
300 over 4 كام الهارت ريت؟ 75. excellent. thank you دكتورة ريم ودكتورة منال. يبقى أنا كده برضو within normal range. في عندي طريقة تالتة كمان. هنبدأ between برضو R and R. هتبدأ لي باللاين ده وتحسبه لي 300. الأرقام دي على فكرة fixed 300. والنكست لاين هعتبره 150. بعدين next 100. next 75. half هنا. مش هكمل لان عندي ار ويف. فبالتالي الهارت ريت 75. لو كان الار ويف دي مش موجوده كنت هكمل بقى اللاين ده 60 50 40. ده معناه ان يبقى في برادي. بس طبعا بما ان في هنا ار ويف يبقى انا هوقف عند اخر رقم انا وصلت له اللي هو 75. واضح يا دكاتره؟ بتختاروا الطريقه اللي تعجبكم وتستعملوها تحسبوا بيها الهارت ريت. وبالتالي هنا الريت ده الريزم دوت عباره عن النورمال ساينس ريزم. مفيش اي حاجه اب نورمال فيه. شايفين كل حاجه نورمال. حاضر يا دكتوره امنيه؟ حاضر. حساب الهارت ريت اوكي. كل حاجه نورمال. احنا متفقين النورمال بي ويف يعني نورمال اتريال كونتراكشن، نورمال كيو ار اس كومبلكس او نارو كيو ار اس كومبلكس يبقى نورمال فنتريكولار كونتراكشن، والبي ار انترفال برده نورمال يبقى ده ساينس. الهارت ريت بحسبه بثلاث طرق. احنا قلنا بتعد 30 بيج سكوير، 30 بيج سكويرز من دول، دول بيساوي 6 سكندز. فبتحسب لي كام ventricular contraction حصل في ال 6 seconds دول، وبعدين بتضرب في 10 واحنا حسبناها كلنا. الخطوه الثانيه او الطريقه الثانيه انك انت بتحسب لي كام big square between ال r وال r. كلنا عديناهم طلع 4، 300 على 4 فاديني 75. الطريقه الثالثه بقى between ال r وال r انا هحسب او هدي numbers لل lines دي. شايفين هنا اللاينز دي؟ فهبدا اول لاين هدي له رقم 300 300. لا اخر طريقه يا دكتوره ما فيهاش حسابات، هي fixed numbers. انت بتمشي كده باخد عمود بديله 300، العمود اللي بعديه 150، العمود اللي بعديه 100، بعدين 75، بعدين 60 50 40 بالشكل ده. فانا مش بوقف العدد غير لما الاقي ار ويف تقابلني. وانس ان في ار ويف قابلتني بقوم واقفه عند الرقم اللي انا وصلت له، يبقى هو ده الهارت ريت. بمعنى هبدا هنا 300، هنا 150. طب سين الار ويف دي كانت هنا، كانت موجوده هنا، يبقى هارت ريت كام يا دكاتره؟ الار ويف دي كانت هنا مكان الماوس. اكسلنت، ثانك يو، برافو دكتور امل ودكتوره هبه ودكتوره نجلاء. تمام، يبقى هنا كده لو الار ويف دي هنا يبقى الهارت ريت 150، لكن طبعا الار ويف مش موجوده فهكمل 175 وستوب هنا عشان خاطر الار ويف. يبقى انا عندي الهارت ريت 75 اخر رقم انت وصلت له. واضحه دلوقتي يا دكتوره امنيه؟ اوكي تمام يا دكاتره. بعدي يعني ايه يعني ولا لا؟ طيب دكتوره عزه حضرتك كاتبه نمبرز وارقام مش موضحه السؤال. اتفضلي يا دكتوره امنيه اتفضلي. بعد ال 75 ايه؟ هتكملي بقى 60 و 40 60 50 40. دكتوره الهام ممكن تاني طريقه الحساب الثالثه برضو ولا كله؟ ممكن تاني ايه طريقه الحساب الثالثه؟ 3 اوكي حاضر. دكتوره الهام هتبداي لي من شوف اللاينز دي يا دكتوره هتديها ارقام. حاضر هتديها ارقام. هبدا من اول لاين بعد الار ويف. اول لاين اهو هدي له رقم 300. الارقام دي على فكره ثابته يعني نتيجه حسابات وستادي وحاجات هي هتبقى ثابته. هدي له 300. اول واحده تاني بس بالراحه بالظبط. عايزه اول واحده ايه يا دكتوره اللي هي بتعدي كام كيورس كومبلكس وتضربي في 10 يعني؟ حاضر. طيب خليني في الطريقه الثالثه وبعدين هرجع لكم للاولى تاني. حاضر. بتوين الار والار يا دكاتره خدي لي first line 300، second line 150، third line 100، fourth 75. الار ويف جت هنا هوقف عند ال 75 خلاص. يبقى الهارت ريت بتاع البيشنت دوت 75. طب هعتبر الار ويف دي مش موجوده، الكيو ار اس كومبلكس دي مش موجوده، هكمل 60 50 40. ده معناه ساينس بريدي. لا هي الارقام دي زي ما هي، انا مش بحسب يا دكتوره يعني مش بشيل مثلا 100 في المره او 75 مش بقسم بالنص، لا خالص. هي الارقام دي فيكسد لازم تتحط زي ما هي كده.
اوكي يا دكتوره امنيه. بالظبط بالظبط يا دكتوره امل، دي الطريقه الثالثه. هرجع الطريقه الاولى بس بسرعه عشان دكتوره مش فاكره مين دكتوره مين كتبتها. دكتوره احنا الطريقه الاولى بنحسبها ازاي؟ المفروض انك بتحددي لي 6 سكندز على الاي سي جي بيبر، وعشان تقدري تحددي 6 ثواني على الاي سي جي عدي لي 30 بيج سكوير كده، يعني هنا 1 2 3 4 5 6 بتكملي لغايه 30، دول معناهم 6 سكندز. طيب لما اعد هاو ميني فينتريكولار كونتراكشن حصلوا، هعد مثلا هاو ميني كيو ار اس كومبلكس في خلال الست ثواني، هنقول هنا حصل 8، حصل 8 فينتريكولار كونتراكشن في الست ثواني. طب انا عايز احسبهم بالدقيقه per 60 seconds، في الحاله دي هضرب في 10، هضرب ال 8 دول في 10 يبقى 80 بيتس بير مينت. واضحه يا دكاتره؟ واضحه يا دكاتره؟ اوكي نعدي النقطه دي. ده خلاص ده النورمال ساينس ريدم. النورمال ساينس ريدم عشان نكون متفقين مش محتاج اي مانجمنت، الا حط لي كده يعني 70 خط تحتها. لو البيشنت عنده كاردياك اريست، البيشنت بتاعك كان مغمى عليه فقد للوعي، العافيه يا دكتوره ريم، لو فقد للوعي والتنفس والنبض وانا شغاله معاه سي بي ار، وبعد الفايف سايكلز انت بتشيك على الريزم بتاعك على المونيتور لقيت الريزم ده قدامك، اوعى تقول ده الريزم ده نورمال ساينس ريدم ويلا ابدا بقى شيك على الفايتال ساينز وابدا ودي البيشنت بتاعك للاي سي يو. لا لازم تشيك على البالس الاول. الريزم ده انا اعتبره طبيعي طول ما البيشنت طول ما الشخص قدامي طبيعي بيكلمني، ده يبقى فعلا نورمال، ده هيلثي بيشنت. لكن لو البيشنت بتاعك كولابسد ارستد، يبقى لازم تشيك لي على البلس بمجرد ما تشوف الريزم ده، لان انا ممكن اعتبره بلسلس الكتريكال اكتيفيتي. خليك فاكر بس الكلمه دي لغايه ما اجيلها بعد شويه. دكتوره امنيه لازم اشوف النبض واعدي 5 دورات كل 5 سايكلز هتشوف النبض؟ ايوه دكتور، بالذات في الادفانسد. ايوه هحكي لك دلوقتي، انا اول ما اجي للمانجمنت هقول لك هتظبطيها ازاي. خليكي بس معايا دلوقتي. ايوه يا دكتوره امنيه تمام، يعني لو شفت الرسم دوت على المونيتور لو البيشنت بتاعك بيكلمك خلاص يبقى ده فعلا ده نورمال ساينس ريدم، ما اقدرش اقول حاجه تانية. لو البيشنت واعي بيتكلم معاكي يبقى ده فعلا نورمال ساينس ريدم، لكن لو البيشنت ارستد ما اقدرش اقول ده ساينس ريدم الا اذا شيكت على البلس بتاعت البيشنت. لو عنده بلس يبقى فعلا ده نورمال ساينس ريدم، لو ما عندوش يبقى في الحاله دي ده الكتريكال بلسز الكتريكال اكتيفيتي. اوكي باذن الله يا دكتوره ديان. طيب كده واضحه الامور يا دكاتره؟ خلاص النورمال ساينس ريدم. هدخل على اللي بعدها، اللي بعده طلعوا لي الابنورماليتي في الريزم ده يا دكاتره. يلا عندي نورمال بي ويف اهي، ونورمال كيو ارس كومبلكس اهو، ونورمال بي ار انترفال، كل حاجه هنا ساينس نورمال خالص. بس ايه الابنورمال هنا؟ في حاجه هنا غلط دكاتره، في حاجه غلط. بسرعه بسرعه يا دكاتره. الهارت ريت كام؟ الهارت ريت لو حسبناها بالطريقه الاولى بنعد كام كيو ارس كومبلكس ونضرب في 10 كام؟ 40، اقل من 50 على طول برادي ساينس برادي. احنا قلنا طالما عندي نورمال بي ار، نورمال بي ويف، ونورمال بي ار، ونورمال كيو ار اس كومبلكس، ده معناها ان انا عندي ساينس ريدم. لكن المشكله عندي في الهارت ريت ليه 30 دكتوره نجلاء؟ ليه 30؟ ما هو 4 كيو ارس كومبلكس 1 2 3 4 فور يا دكتور، اضربي في 10 هيبقوا 40 تمام. اوكي طيب بالنسبه للساينس برادي، ساينس برادي احنا لقينا دلوقتي كل حاجه فيها نورمال اكسبت الهارت ريت، يعني كل حاجه الكونتراكشنز بتحصل بشكل طبيعي ما عدا الهارت ريت بس هو اللي قليل. الاس اي نود بتطلع لي امبلسز بمعدل اقل من الطبيعي، ده كويس. هتكلم عن المانجمنت بعد شويه بس خليكم معايا. تعالوا شوفوا الرزم ده، تعالوا شوفوا الرزم ده. البي ويف اهي نورمال كده حصل اتريال كونتراكشن طبيعي، والكي ار اس كومبلكس نارو برضو طبيعي الفنتريكولار كونتراكشن. شايفين ده؟ شايفين ده يا دكاتره؟ شايفين البي ار برلونجد بي ار تمام يا دكتوره ريم؟ طالما في برولونجيشن في البي ار انترفال ده معناه ان الامبلس اخدت وقت طويل عشان تعدي من الاي في نود. طالما اخدت وقت طويل ده معناه ان انا عندي اي في بلوك، الاي في نود عملت بلوك للامبلسز بتعديها لي ببطء. انا عندي
three types من الاي في بلوك. عندي first degree وعندي second degree، والسكند degree في حد ذاته بتقسم لتو تايبس، تايب 1 وتايب 2، وعندي third degree. طب عشان احدد البلوك اللي قدامي ده هو which degree of this AV block، يبقى عيني على ال PR. بص هنا، في مبدئيا ده ال first degree AV block. في ال first degree AV block هتلاقي ال P wave اهي، normal P wave و normal QRS complex، بس عندي prolongation في ال PR interval. لازم تاخد بالك ان كل بي ويف بعديها كيو ارس كومبلكس، صح؟ في اي في نود الامبلس بتاخد وقت طويل عشان تعدي من الاي في نود، لكن بتعدي بدليل ان هي اهو في فينتريكولار كونتراكشن. هي بس الحكايه كلها انها بتاخد وقت اطول من اللازم، عشان كده لما تيجي تعد كام سمول سكوير في البي ار هتلاقي 1 2 3 4 5 6 7 8 ماكسيمم، يعني يمكن 9. ده معناه ان عندي prolongation في ال PR، معناه ان الامبلس بتاخد وقت اطول من الطبيعي بالظبط more than 5. فده first degree AV block. ال first degree AV block بيكون regular rhythm، هتلاقي المسافة بين ال R وال R هنا زي هنا زي هنا. وبرضه بأكد ان ال P wave كل P wave بعديها QRS complex، بيحصل بعدها ventricular contraction، بس هي الفكرة انه بيحصل متأخر شوية. ده ال first degree AV block. تعالوا ندخل على السكند ديجري اي في بلوك. هنا سكند ديجري اي في بلوك، اهم ما يميز السكند ديجري اي في بلوك دي ومش هقول هي ايه. يلا يا دكاتره، ايه اللي موجود هنا؟ ايه اللي موجود هنا؟ مش بس الريجولر، هو فعلا الريجولر، بس في حاجه كمان مميزه قوي. نو كيو ار اس كومبلكس، اكسلنت اكسلنت. بالظبط، هنا هتلاقي اهو، نبدا بقى من الاول. في عندك بي ويف حصل اتريال كونتراكشن وفنتريكولار كونتراكشن، بس طبعا في هنا برولونجد بي ار، وبعد كده دي تي ويف، وبعد كده حصل اتريال كونتراكشن ما حصلش فنتريكولار كونتراكشن. معناها معنى الكلام ده ان الامبلس ما عدتش من خلال الاي في نود، ما عدتش الاي في نود، عملت لها بلوك. الامبلس دي فضلت زي ما هي في الاتريوم، وبالتالي ما حصلش فنتريكولار كونتراكشن، وبدات السايكل اللي بعد كده اهو، هتلاقي حصل atrial contraction و ventricular contraction ومشيت عادي خالص. وبعدين عندي برضو تاني dropped B wave، هنا بقول عليه second degree AV block. ال second degree AV block عبارة عن نوعين، في type 1 و type 2. ده type اهو، ودي كمان نوع تاني، برضو هنا في B wave وبعدها B wave، مفيش QRS complex. طب ايه الفرق بين النوع ده والنوع اللي احنا لسه بنتكلم عليه ده؟ الاثنين second degree AV block. عشان نكون متفقين ان once انك انت لقيت في missed QRS complex، يبقى انت بتواجه second degree AV block. افرق بين التو تايبس ازاي؟ بال PR interval. يعني ايه بال PR interval يا دكاترة؟ في ال second degree morbids 1 او type 1 هتلاقي في prolongation في ال PR interval، progressive prolongation. بمعنى ان dropped B wave اهي او blocked B wave اهي، بعد كده السايكل الجديدة بتبدأ نورمال، ال PR نورمال، بعد كده السايكل اللي بعدها بتاخد وقت أطول عشان تعدي، بعد كده بتاخد وقت أطول كمان، بعد كده ما بتعديش خالص. تمام يا دكاترة؟ ده بقول عليه second degree type 1. لكن في second degree type 2 هتلاقي ال PR زي ما هي، مفيش أي change، مفيش أي change في second degree AV block. الاثنين فيهم missed QRS complex، لكن type 1 هتلاقي ال PR prolonged، انما type 2 fixed PR interval. اوكي، بالنسبه بقى لل type 3 في ال complete heart block، ده ال third degree AV block، وده اختارهم على فكره دكاتره. ده ال الريزم ده على فكره معناه ان ال patient about to collapse. في مايك مفتوح؟ في مايك مفتوح يا دكاترة؟ دكتور اوكي. طيب التايب الثالث، التايب الثالث يا دكاترة، ده بقول عليه ثيرد ديجري ايفي بلوك. عارفين يعني ايه ثيرد ديجري ايفي بلوك؟ ده معناه ان الامبلس ما بتعديش خالص، الامبلس اللي في الاتريوم مش هتعدي خالص من الايفي نود عشان تروح للفنتريكلز. طب ده معناه ايه؟ معناه ان المفروض ان الفنتريكلز ما يحصلهاش كونتراكشن، صح؟
ومع ذلك هنا لقينا كيرس كومبلكس. حصلت ازاي؟ ده المفروض الامبلس يا دوب بتقف على قد الاتريوم. الماوس يا مصطفى. اوكي ثانك يو. هنا المفروض ان البي ويف هي موجوده والكيرس كومبلكس موجوده، ده انديكيشن انه حصل فنتريكولار كونتراكشن. طب ازاي وانا بقول لك انه في كومبليت اي في بلوك؟ يعني معنى الكلام ده ان الامبلس اللي موجوده في الاتريوم مش هتعدي تماما للفنتريكلز على طول. اللي بيحصل ان الفنتريكولار سيلز نفسها بتشتغل از بيس ميكر، بتطلع لي هي امبلسز، وبالتالي معنى الكلام ده ان الاتريوم بالظبط عمل منه لنفسه. ده تمام. بس خد بالك دلوقتي انه هتلاقي الاتريوم هيحصل له كونتراكشن لوحده والفنتريكلز هيحصل لها كونتراكشن لوحدها، لان كل واحد بياخد الامبلس بتاعته من بيس ميكر مختلفه. وبالتالي هحددها ازاي على الريزم. في الريزم هنا هتلاقي ان عندي كيو ارس كومبلكس وعندي بي ويف، بس مفيش اي ريليشن بتوين بوث اوف ذم، مفيش اي ريليشن بتوين البي ويف والكيو ارس كومبلكس. دي حاجه. الحاجه الثانيه هتلاقي الكيو ارس كومبلكس وايد، لانه مش طبيعي ابدا ان الفنتريكلز تشتغل از بيس ميكر. فوانس ان انا لقيت حاجه اب نورمال هتلاقي الكيو ارس كومبلكس على طول الوايدز بتاعه وسع، على طول وسع، هيبقى اكتر من 3 سمول سكويرز. معايا دكاتره؟ عشان تكونوا واخدين بالكم الثيرد ديجري اي في بلوك ده معناه ان البيشنت اباوت تو كولابس. البيشنت ده هيغمى عليه في اي لحظه، عشان كده ليه مانجمنت مهمه كده خاصه بيه كده لوحده اكتر من البراديكارديا ساينس او الفيرست ديجري اي في بلوك. تعالوا بقى نتكلم عن المانجمنت، هنشتغلها ان شاء الله يوم الخميس. البيشنت جاي لك كونشس والهارت ريت جبت قيسه لقيته اقل من 50 بيتس بير مينيت، ده كده عنده برادي صح؟ طيب لازم اعمل اسسمنت للبيشنت، تشوف البيشنت لازم يكون عنده بيتنت ايروي، الايروي بتاعه لازم يكون مفتوح، واذا عنده ديفيكولتي في البريدنج او عنده مشكله في التنفس انا هديله اكسجين، لازم اديله اكسجين بالنزل كانيول. بعدين لازم افتح المونيتور عشان احدد ريزم البيشنت، هل هو ساينس برادي ولا اي في بلوك، يا ترى فيرست ديجري سكند ديجري ثيرد ديجري، لان المانجمنت هتتغير على حسب كل ريزم. ثالث حاجه الاي في اكسس، لازم اعمل اي في اكسس عشان خاطر الميديكيشن اللي انا هديها للبيشنت هديها اي في. بعد كده بطلب 12 ليد اي سي جي، بس مش هستنى لما يبقى يتوفر عندي، انا هطلبه لكن هشتغل على طول مع البيشنت. طب ايه كمان الفيتال ساينز بتاعه البيشنت؟ مهم قوي تحدد لي الفيتال ساينز، مهم اعرف البلد بريشر بتاع البيشنت والاكسجين ساتوريشن للبيشنت والهارت ريت، وعلى اساسهم هحدد الخطوه اللي بعد كده. كويس كده معايا؟ البيشنت اللي عنده برادكارديا دكاتره لو ما عندوش اي سيمتومز معناها ان انا مش هعالجه، مش هديله اي حاجه، جاست اوبزرف ذا بيشنت. يعني ايه ما عندوش اي سيمتومز؟ احدد ازاي عنده او ما عندوش؟ بصوا لي كده للمربع ده، لو لقيت اي حاجه من دول عند البيشنت اعرف ان البيشنت بتاعك unstable patient، في الحاله دي هديله medications. لكن لو ما عندوش حاجه منهم خلاص just monitor the patient. ايه بقى الحاجات دي اللي بحدد بيها اذا كان البيشنت stable or not؟ hypotension، البيشنت بتاعك البلد بريشر بتاعه اقل من 90/60، ده معناها ان البيشنت hypotensive unstable patient، يبقى لازم ابدا معاه واديله atropine، ده الدراج اللي احنا بنستعمله في حاله البراديكارديا. طيب ايه كمان ممكن اعتبره ان البيشنت unstable؟ لو acutely altered mental status، البيشنت بتاعك وعيه مش مظبوط، عمال بيدوخ كده ودراوزي وممكن يغم عليه في اي وقت. signs of shock، البيشنت ممكن يكون clammy diaphoretic برضو وعيه بيقل. ischemic chest discomfort، وهنا هحدد لك هو ischemic chest discomfort، مش معنى كلامي انه اي واحد عنده chest pain اقولك ان هو يلا اوكي ده unstable patient، لا، انت لو طلعت السلم هقول لك ان انا التشست عندي تشست بين، ما ينفعش، لازم البيشنت ده يكون عنده اسكيميك تشست بين. في الحاله دي بقول لك البيشنت بتاعك انستابل واشتغل معاه واديله الميديكيشن، او اكيوت هارت فيلير، اي حاجه من دول اعتبر البيشنت بتاعك انستابل وابدا معاه على طول تديله الاتروبين. تمام كده؟ ما لقيتش حاجه من دول يبقى البيشنت بتاعك ستيبل ومش هديله حاجه. وعلى فكره الناس اللي هم الرياضيين ما شاء الله عليهم جسمهم صحي هيلثي وكويس قوي، بس هتلاقي عندهم برادي كارديا، مش معنى ان انا عندي الهارت ريت اقل من 50
اروح ادي البيشنت اتروبين؟ لا طبعا، طالما الراجل هيلثي وما عندوش اي سيمتومز خلاص انسى الميديكيشن تماما، انا بس بشوف السيمتومز دي في عندي حاجه منها، اوكي اديله الاتروبين. هدي الاتروبين لمين؟ للساينس برالي ولا للايفي بلوك؟ خد بالك معايا في الحته دي. الاتروبين بيعتبر الفيرست تشويس في حاله الساينس برادي كارديا والفيرست ديجري ايفي بلوك والسكند ديجري ايفي بلوك موبيدز 1. لكن لو وصلنا لحاله السكند ديجري موبيدز 2 او ثيرد ديجري ايفي بلوك ما عنديش وقت عشان ادي اتروبين. بليز على طول ستارت بيسنج، لازم اعمل بيس ميكر للبيشنت لانه ممكن يفقد الوعي على طول والهارت بتاعه يقف على طول في اي وقت، فلازم اركب بيس ميكر للبيشنت بتاعي. الاتروبين انا اقدر اعيده كل 3 تو 5 مينتس، كل 5 دقائق تقدر تدي انذر دوز من الاتروبين زي ما اتفقنا للساينس برادي او الفيرست ديجري او السكند ديجري موبيدز 1. لكن الثيرد ديجري تقدر تستعمل الاتروبين على فكره معاهم، بس ما عنديش وقت ان انا اكرر الاتروبين مع البيشنت اللي زي دول، يعني هديهوله على بال ما اجهز البيس ميكر. لو البيس ميكر جاهزه ابدا بيها على طول مع الثيرد ديجري اي في بلوك. فرضا ان المستشفى عندك ما فيهاش بيس ميكر، انا ما عنديش بيس ميكر او عندي ومش شغاله، في الحاله دي هبدا انفيوجن من الدوبامين او الابنفرين. الدوز هتكون 2 تو 10 مايك بير كي جي بير مينيت، دي للدوبامين، والابنفرين 2 تو 10 مايك بير مينيت على طول. الانفيوجنز دي ريبليسمنت للبيس ميكر لو مش عندك. وطبعا لازم اكلم كارديولوجيست عشان خاطر يبدا الترانس فينس بيسنج معايا. دكاتره البرادي كارديا كده واضحه؟ دكاتره البرادي تمام، يبقى هي الفكره كلها عندي. الاتروبين 0.5 ام جي يا دكاتره، معلش انا نسيت اقولها، الاتروبين 0.5 ام جي واي في، واقدر اعيدها كل 3 تو 5 مينتس وماكسيمم 3 ام جي، ما اقدرش ازود اكتر من 3 ام جي. كده احنا خلصنا البريديكارديا، ندخل بقى على التاكيكارديا، ودي فيها شوية شغل كده مع بعض هنحسبهم. هفوت السلايد دي وادخل على طول على السلايد اللي بعد. احسبوا لي الهارت ريت كده بعد اذنكم، احسبوا لي الهارت ريت للرزم ده. مين اللي ينفع لهم ترانس كتين وسبيسنج؟ الثيرد ديجري اي في بلوك والسكند ديجري موبيدز 2 يا دكتوره امنيه. السكند ديجري موبيدز 2 والثيرد ديجري لازم على طول ابدا لهم البيسنج. الدوبامين والابنفرين دوزز 2 تو 10 مايك بير كي جي للدوبامين ومن غير الكي جي للابنفرين. 2 تو 10 مايك كده كده 170 الهارت ريت تمام، ده بيعتبر تاكي مش كده؟ يعتبر تاكي كارديا ولا ما يعتبرش؟ تاكي كارديا لا اوفر 100 صح؟ صح. يبقى اول حاجه اقول ان الريد دوت تاكي. السؤال الثاني الكيرس كومبلكس ده نارو ولا لايت؟ الكيرس كومبلكس وايد ولا نارو؟ بسرعه يلا دكاتره، الكيرس كومبلكس وايد، يبقى الابنورماليتي فين؟ في الاتريوم ولا في الفنتريكلز؟ اكسلنت ثانك يو. تمام، يبقى هنا الرزم اللي قدامك هبدا الاول اعمل له ديسكريبشن. ناخد بالنا عشان الناس اللي بتحضر البورد، الناس اللي بتحضر البورد الاجزاء دي على فكره هو بيديها لك ديسكريبشن مش بيديها لك نيم. بمعنى الرزم اللي قدامنا ده انا بسميه فينتريكولار تاكيكارديا او في تاك، لكن عندك في الشابتر الكارديولوجي بيقول لك عليه ريجولار وايد كيو ار اس كومبلكس تاكيكارديا، بديك الديسكريبشن اللي انت شايفه دلوقتي واللي انت تقدر توصفه لوحدك حتى لو مش عارف الريزم ده. يعني انا من البدايه هقول لك الريد ده تاكي كاردي، انا شايفه قدامي تاكي كاردي. طب الوايت الكيورس كومبلكس عندي وايت، يبقى عندي وايت كيورس كومبلكس تاكي كاردي، بس كده سهله خالص. طب هل ريجولر ولا الريجولر؟ انا هنا مش بقول بس ريجولر، انا بقول عليها مونومورفيك. هيكون الكيورس كومبلكس 300 لو حسبتها بالخطوط بين الدكتور عزه حسبت ايه؟ هي اسمبلي يا دكتوره عزه انا بحسبها وايد لو هي اكتر من 3 سمول سكويرز، ايا كان بقى العدد سواء كان 5 6 وات ايفر كام عدد السمول سكويرز، طالما اكتر من 3 خلاص هو وايد كيرس كومبلكس، وده انديكيشن ان انا عندي مشكله في الفنتريكلز.
الرزم اللي قدامي هو الفنتريكولار تاكي كارديا او وايد كيو ار اس كومبلكس تاكي كارديا. ولو خدنا بالنا هتلاقي طيب تمام يا دكتور، تمام يا دكتور عز. الدكتورة أمنية الصوت بيقطع، حاضر حاضر يا دكتور. من هنا يا دكتورة ريم، شوفي هنا البيز اهي، هنا البيز اهي. لو جيت تعدي 1 2 3 4 5 احنا قلنا ماكسيمم 3، ماكسيمم 3 اذا اكتر من 3 سمول سكويرز يبقى ده على طول بعتبره وايد كيرز كومبلكس. وريت عندي تاكي، حلو قوي. بس في كمان حاجه، لان عندي اكتر من نوع للوايد كيرز كومبلكس تاكي كارديا، في عندي مونومورفيك وبوليمورفيك. المونومورفيك دي معناها ان كل الكيرز كومبلكس شبه بعضها، انما البوليمورفيك هتلاقي بقى ايه الكيرز كومبلكس قصير وطويل وضيق وواسع وحاجات كده غريبه. ايه رايك ده يبقى مين، ده مونومورفيك ولا بوليمورفيك؟ يلا دكاتره بالظبط ده مونومورفيك. يبقى الرزم اللي قدامي ده مونومورفيك فنتريكولار تاكيكارديا وايد كيو ار اس كومبلكس تاكيكارديا. المانجمنت بتاعته ازاي ده هنشتغله ان شاء الله يوم الخميس. البيشنت بتاعك ممكن يكون ارستد وتشوف الرزم ده، يكون ما عندوش بالس ولا بريدنج ولا كونشسنس. في الحاله دي بسميه بالسلس فيتاك او بالسلس فنتريكولار تاكيكارديا، واقول لك على المانجمنت بتاعتها دلوقتي. وممكن يكون البيشنت ده برضو عنده بلس، بس في حاجه من اتنين، يا اما ستيبل يا اما انستيبل. ستيبل معناه ان هو نوت سيمتوماتيك، ما عندوش اي مشكله في الفيتال ساينز، البلاد بريشر بتاعه تمام والاكسجين ساتوريشن تمام، كل الفيتال ساينز بتاعته كويسه، هي مشكلته بس ان عنده وايد كيرز كومبلكس تاكي كارديا على المونيتور. ده بقول عليه ستيبل فيتاك. او ممكن يكون بيشنت عنده بالس كونشس، الراجل واعي قدامنا اهوت وعنده الريزم ده على المونيتور بس عنده سيمبتومز. يبقى انا عندي 3 سيناريوز للفيتاك. هبدا بالبالسلس اللي هي الكاردياك اريست. البيشنت لو كان كولابسد او اريستد ما عندوش ولا وعي ولا بريدنج ولا بالس، بسميها البالسلس فيتاك، ودي شوكابل جدا. لازم ادي شوك للبيشنت، لازم ادي شوك للبيشنت على طول. طب ازاي؟ معايا المانوال ديفيبريليتور وعلى طول بحدد 200 جولز وادي شوك للبيشنت. وطالما اديت شوك للبيشنت كمل بعد الشوك دي بدي 5 سايكلز من السي بي ار او 2 مينتس من السي بي ار. تمام كده يا دكاتره معايا؟ حطوا في دماغكم دايما كده ان انا طالما اديت شوك للبيشنت كمل 5 سايكلز من السي بي ار بعدها. دكاترة معايا احفظوها كده. انا عندي 2 شوكابل ريذم، البالس لس في تاك والفي اف او الفنتريكولار فيبريليشن. الاثنين دول شوكابل وهديهم شوك، بس لما ادي شوك لازم اكملها ب 5 سايكلز من السي بي ار. اول 5 سايكلز من السي بي ار مش هدي فيهم الميديكيشن بتاعتي، انا مش هبدا دلوقتي الميديكيشن، اعمل 5 سايكلز من السي بي ار وبس. طب خلصت 5 سايكلز من السي بي ار او 2 مينتس من السي بي ار، وقف بقى وعينك تاني على المونيتور، هتلاقي تاني لسه برضو فيتاك شايك لي على البلس تاني، ستيل بلسلس فيتاك. يبقى هدي كمان شوك للبيشنت واكمل برضو 5 سايكلز من السي بي ار، وفي خلال ال 5 سايكلز التانيين دول هيبدا الميديكيشن بتاعي اللي هو الابينفرين. السيناريوز دي احنا ان شاء الله هنشتغلها يوم الخميس، فبالتالي يا ريت لو سمحتوا حضراتكم برضو بتحفظوا لي السيكونس ده. هدي ابينفرين وان ام جي للبيشنت اي في، واقدر اعيد الابنفرين every 3 to 5 minutes. بكمل السي بي ار بتاعي لغايه ما اخلص 2 minutes من السي بي ار، واوقف وابدا انالايز، اعمل انالايز للريزم تاني. اذا ستيل برضه في تاك وبرضه بشيك على البالس، كل مره لازم اشيك على البالس عشان خاطر اتاكد ان هي ستيل بالسلس مش حاجه تانيه، مش في تاك وذ بالس. فبشيك على البالس بتاعت البيشنت تاني، ستيل بالسلس في تاك ستيل شوكابل، هديله كمان ثيرد شوك وبرضه هكمل ب 5 سايكلز من السي بي ار. بعد الثيرد شوك وانا شغاله سي بي ار هدي الانتي اريثميك ميديكيشن اللي هو الاميودرون 300 ام جي. ده الالجوريزم الخاص بالسلس في تاك، وبرضه هو للفي اف للفنتريكولار فيبريليشن. واضح يا دكاتره؟
هديكي طيب حاضر هديكي طريقة سهلة قوي، سيناريو سهل قوي. حاضر يا دكتورة رانيا، حاضر هنعملها عملي ان شاء الله. هيكون معانا المانوال دي فيبريليتر ومعانا مانيكن، وهنعمل سي بي ار وهندي شوك وهنعرف ازاي بندي الشوك والميديكيشن وكل حاجة. ببساطة كده هقول لك انه بالسلس في تاك او فينتريكولار فيبريليشن جيف شوك سي بي ار بعدين شوك سي بي ار بلس ابنفرين بعدين شوك سي بي ار بلس اميودارون. كده بقت اسهل يا دكاترة. كده بقت اسهل شوك وسي بي ار، بعدين لو لسه زي ما هي فيتاك بالسلس هدي كمان شوك وسي بي ار وابنفرين، وبعدين احلل تاني ستيل برضو بالسلس فيتاك هدي كمان ثيرد شوك والسي بي ار وازود كمان الاميدرون 300 ام جي، وبرضو الاميدرون بعيده كل 3 تو 5 مينتس. نفس الطريقه دي نفس المانجمنت دي للفي اف للفنتريكولار فيبريليشن. طيب هديك السيناريو التاني ان البيشنت عنده الرزم ده على المونيتور بس البيشنت بتاعك واعي بيكلمك. وانس انا قلت لك بيكلمك يبقى عنده بلس، اصل مش معقوله واحد ما عندوش بلس قلبه مش شغال ويبقى واقف يتكلم. خلينا ناخد بالنا من النقطه دي، لما نقول بالسلس يبقى ارستد، يبقى البيشنت بتاعك شبه ميت. لكن لو بيتكلم او بيقول لك مش عارف عندي مشكله فين او بيشتكي لك من اي حاجه يبقى عنده بلس بس عنده سيمتومز. هاخد السيناريو اللي هو البيشنت بتاعي عنده بالس بس في مشكله عنده، يا اما البلاد بريشر بتاعه قليل او ان هو عنده هارت فيلير، اي حاجه بتقول ان هو انستابل. في الحاله دي هعمل له كارديوفيرجن. يعني ايه كارديوفيرجن؟ يعني هديله الكتريكال انرجي هكهربه برضه. هديله الكارديوفيرجن دوت اثناء الفنتريكولر كونتراكشن هنا. عشان كده على المونيتور ان شاء الله لما نيجي نشتغلها يوم الخميس هتلاقي مارك موجوده بالظبط على الكيو ار اس كومبلكس هنا. ده معناها ان الالكتريكال انرجي اللي شحنها الجهاز هتوصل للبيشنت اثناء ما بيحصل فنتريكولار كونتراكشن. الفرق بين الكارديوفيرجن والشوك ان انا بستخدم انرجي اقل في الكارديوفيرجن من الشوك. ليه الرسمه هنا من تحت؟ مش فرق يا دكتور، هتلاقي رسمه من فوق او من تحت عادي خالص مش فرق. الالكتريكال انرجي في الكارديوفيرجن دايما بنستخدم جولز اقل شويه. يعني هنا انا هعمل السينكرونايز كارديوفيرجن بالفيتاك 100 جولز. الناس اللي هتحضر معايا يوم الخميس يا ريت يحفظوا كام جول، لان احنا هندي سيناريوز فانت لازم تكون عارف هتدي الكارديوفيرجن بكام جول. الفيتاك هديها ب 100 جول، خد بالك الشوك احنا بنديها ب 200 دايما بنبدا بحاجه كبيره شويه، لكن الكارديوفيرجن مع الفيتاك هدي للبيشنت ب 100. خد بالك ان البيشنت بتاعك واعي وانت هتكهربه، ده ينفع يا دكاتره؟ لازم ادي سيديشن للبيشنت قبل ما اشتغل بالكارديوفيرجن. يبقى الفيتاك وز بالس والبيشنت عنده سيمبتومز هعمل له هديله سيديشن سيداتيف وبعدين على طول اقوم عامله له كارديوفيرجن سينكرونايزد كارديوفيرجن. تمام. طيب لو كان البيشنت عنده بالس وستيبل ما عندوش اي سيمبتومز خالص وعنده الرزم ده على المونيتور، خلاص ميديكيشن اناف، خلاص يعني اميودرون وبس. طالما البيشنت بتاعك ستيبل ما عندوش اي سيمبتومز مش قلقاني هديله انتي اريتمك ميديكيشن اللي هو الاميودرون 150 جول ام جي. مين فاكر الدوز بتاعت الاميدرون في الكاردياك اريست لو كان البيشنت بالسلس؟ مين فاكر الدوز؟ كم يا دكاتره الدوز بتاعت الاميدرون في حاله لو كان بالسلس فيتاك؟ ممتاز 300. يبقى خد بالك لو كان البيشنت عنده فيتاك هو نفس الرزم، هنا فيتاك وهناك فيتاك برضو، بس الفيتاك وزود بالس انا هدي 300. لكن لو كان البيشنت عنده فيتاك وفي بالس عنده والبيشنت ستيبل خلاص كفايه عليه 150، كفايه عليه 150. Is it okay؟ كده الفيتاك تمام؟ نقدر نتعرف عليها ونقدر نعالج البيشنت؟ اوكي. تعالوا على اللي بعده. خلاص دي الفنتريكولار تاكيكارديا. اللي بعده. الريد ده برضو او الريزم ده برضو تاكي. لو عدينا كام كيرس كومبلكس هتلاقيهم برضو اكتر من 100 بيتس بير مينيت. بس الكيو ار اس كومبلكس هنا بعتبره بسرعة بعتبره ان ولا واي، نارو ولا وايد؟ بسرعة. Excellent. Thank you. نارو.
هنا الكيرس كومبلكس نارو، ده معناه ان الفنتريكل كونتراكشن عندي طبيعي، التاكي كارديا جايه لي من فوق الفنتريكلز، عشان كده بقول عليها سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا، اس في تي، سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا. طالما الكيرس كومبلكس عندي نارو يبقى الفنتريكولار كونتراكشن طبيعي، ما فيهوش اي مشكله. الاس في تي هنا لو خدنا بالنا هتلاقي ما فيش بي ويف، اللي شبه الخيمه دي اسمها دي تي ويف، عامله زي شكل 8 كده وكبيره، ده من اهم الحاجات اللي بتميز الاس في تي. سوبرا لا لا، دي مش اتريال فلاتر او اتريال فيبريليشن. الاي اف دكتوره افنان، اي اف تقصدي ايه بإي اف؟ مش دي خالص، الرسم ده اس في تي، خلي الاي اف هنتكلم عنه بعد شويه. ده الرسمه دي سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا. في السوبرا فنتريكولار تاكي كارديا ازاي نعمل مانجمنت للبيشنت؟ على فكره البيشنت لغايه دلوقتي معايا كونشس، مش هدخل في حاله الكارديا كارست. في الاس في تي البيشنت بتاعك يا اما عنده سيمتومز يعني انستابل او ان هو ستابل. لو البيشنت بتاعك ستابل الناس اللي بتحضر البورد، لو البيشنت بتاعي ستابل ما عندوش سيمتومز وعنده اس في تي، على طول ببدا بحاجه اسمها فيجال مانوفر. فيجال مانوفر دي او بعمل له كاروتيد مساج، باجي عند الكاروتيد ارتري كده واعمل له مساج في الارتري، ده بيقلل لي الهارت ريت. طيب اذا عملت له ده وما نفعش، على طول ادي له الادينوسين 6 ام جي. طب اديت له ادينوسين 6 ام جي وبرده ستيل البيشنت عنده اس بي تي، ادي له برده ادينوسين تاني بس 12 ام جي. ده للسوبرا فنتريكولار تاكي كارديا لو البيشنت بتاعي كان ستيبل. طب لو كان البيشنت انستيبل، لو البيشنت انستيبل هنقول مثلا ان هو كان هايبوتنسر او عنده اي مشكله تانية، لا يبقى كاردوفيرج، كاردوفيرج زيه زي الفي تاك، بس هنا الاس في تي بتستجيب للور جولز من الالكتريكال انرجي، فهبدا ب 50 جولز. مين فاكر الفي تاك كنا بنبداها بكام؟ كام جول؟ الفي تاك دكاتره الفي تاك اكسلنت، والاس في تي 50 اكسلنت ثانك يو. يبقى الاس في تي سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا ستيبل بيشنت، اعمل لي كاروتيد مساج او الفيجال مانوفر، مش افكتيف ادخل لي على طول على الادينوسين، ادي في الاول 6 ام جي لسه برضو مش نافعين مع البيشنت، ادي له 12 ام جي. طب لو كان البيشنت بتاعي انستابل في حاله التاكي كارديا كده هنوحدها هنحطها في دماغنا، في حاله التاكي كارديا دكاتره انا عندي في تاك وعندي اس في تي وعندي اتريال فلاتر وعندي اتريال فيبريليشن، الاربعه دول لو البيشنت بتاعك انستابل اعمل له كارديوفيرجن سينكرونايزد كارديوفيرجن. ايه الاختلاف بينهم؟ بيختلف بس في النمبر اوف جولز. واضح يا دكاتره؟ تاني التاكي كارديا عشان محدش يتلخبط، التاكي كارديا على فكره الرسم ده الديسكريبشن بتاعه عشان خاطر ممكن في الناس اللي بتحضر البورد ممكن تلاقيه يكتب لك ساعات اس في تي وساعات يكتب لك ان هو ريجولار نارو كيو ار اس كومبلكس تاكي كارديا، مجرد ديسكريبشن اللي انت شايفه هنا. انا بقول لك هو اس بي تي بس لو جيت تشوف هتلاقي اهو ريجولار المسافات بين الار والار متساويه ونارو كيو ار اس كومبلكس تاكي كارديا، ده ديسكريبشن للاس بي تي. البيتا بلوكرز هتخليها بعد الادينوسين يا دكتوره لو الادينوسين نوت افكتيف او كونتر انديكيتد، يعني مش الفيرست تشويس في الاس في تي. البيتا بلوكر بيعتبر الفيرست تشويس في الاتيال فلاتر والفيبريليشن، مش دلوقتي. يعني هنا في الاس في تي لازم نحط على طول في الاول ادينوسين. اوكي يا دكتوره ريم؟ اوكي. الله يخليكي، شكرا يا دكتوره رضوى. طيب بس عشان خاطر الناس ما تتلخبطش في حالات التاكي كارديا بس عايزه اقول لكم الكونسبت بتاعها. التاني السوبرا فنتريكولار تاكي كارديا والفي تاك والاتريال فلاتر والفيبريليشن، لو البيشنت بتاعك عنده اي مشكله البيشنت سيمتوماتيك على طول اعمل له كارديوفيرجن سيديت ذا بيشنت اند دو سينكرونايز كارديوفيرجن، لكن لو البيشنت بتاعك ستيبل على طول فكر في ميديكيشن، هديله دواء وبس مش اكتر من كده. اس في تي هعمل له فيجال مانوفر وبعدين اديله ادينوسين. الفي تاك لو نفتكر لما كان البيشنت بتاعي كان ستيبل اديت له اميودرون، هنكمل الاستابل اللي بعد كده الريزم اللي بعد كده. في سؤال خاص بالسلايد دي؟ تمام دكاتره؟ تمام حلو، ندخل على اللي بعد كده. ده على فكره السلايد هي نفسها اللي احنا قلناها بس حاطه فيها النيم. هنا بقى ناخد بالنا عندك الكيرس كومبلكس نارو اهو بيقول لي ان الفنتريكولار كونتراكشن تم بشكل طبيعي، لكن ايه رايك في البي ويف اللي حصل في الاتريوم؟
شايفين ايه اللي حصل؟ بنقول عليها فلاتر ويفز. فلاتر ويفز الاتريوم بيحصل له كونتراكشن هنا 2 تايمز وبعدين الفنتركل 1 تايم. فلاتر ويفز عامله زي سن المنشار، البي ويف واخده سن المنشار كده الشكل بتاعها. اوكي، هنا في الحاله دي بقول عليه اتريال فلاتر، ده اتريال فلاتر. شايفين الفلاتر ويفز حاصله في البي ويف اللي هي بتمثل لي الاتريال كونتراكشن، وبالتالي ده اتريال فلاتر. الاتريال فلاتر ببساطه المانجمنت بتاعته نفس الكلام، لو البيشنت انستابل على طول بسرعه بسرعه، لو البيشنت انستابل patient unstable دكاترة patient unstable synchronous cardioversion. طيب لو البيشنت stable هبدأ له بالبيتا بلوكرز او او الكالسيوم شانل بلوكرز. مظبوط يا دكاترة، تمام. هدخل على اللي بعديه، الرزم ده ممتاز يا دكاترة، حلو قوي. الرزم ده اتريال، شايفين ايه اللي حاصل في الاتريوم؟ حالة رعشة او ركفة بقول عليها fibrillation. هنا الفيبريليشن حاصل في الاتريوم، عشان كده بقول عليه الاي اف او الاتريال فيبريليشن. الرزم ده برضو نفس الكلام، اذا كان البيشنت بتاعي انستابل هعمل له كارديوفيرجن، بس في الحاله دي بستخدم هاير جولز، بعمل الكارديوفيرجن ده ب 120 جولز، باخد كميه كبيره كده من الانرجي مع الاتريال فيبريليشن. طب لو كان الاتريال فيبريليشن ستيبل خلاص اديله بيتا بلوكرز. ليه بدي بيتا بلوكرز؟ ليه بدي بيتا بلوكرز يا دكاتره؟ ليه عايزه اقفل الاي في نود؟ البلوكرز دي بتقفل الاي في نود. ما هي المشكله عندي، شايفين الفيبريليشن اللي حاصل في الاتريوم؟ المشكله عندي لو وصل الفنتريكلز، يعني لغايه دلوقتي الاتريال اريزميا اندر كنترول. لو الاريزمي دي وصلت لي للفنتريكلز اعرف ان البيشنت ممكن يدخل في حاله الاريست بسهوله. بالظبط، مش عايزه اوصل الجنان دوت للفنتريكلز. تمام يا دكتور، تمام. انا مش عايزه اوصل الاريزميا اللي حاصله في الاتريوم هنا للفنتريكلز، فبدي بلوكرز، حط لي البيتا بلوكرز على طول. البيشنت لو حصل له يعني هنا اتريال فيبريليشن والبيشنت عندك كونشس واعي قدامك، لكن لو ده نزل للفنتريكلز وبقى فنتريكولار فيبريليشن اعرف ان البيشنت بتاعك بقى ارستد، خلاص فقد وعيه والبريدنج والبلس كمان بتاعته شبه ميت. عشان كده لازم ادي بلوكرز تقفل الاي في نود عشان ما توصلش كل الامبلسز اللي في الاتريوم للفنتريكلز. ما عنديش بيتا بلوكرز او عندي كونترا انديكيشن اللي بيتا بلوكرز، استعمل كالسيوم شانل بلوكر. معايا دكاتره لغايه دلوقتي؟ معايا دكاتره؟ ده الالجوريزم الخاص بالتاكي كارديا، بس احنا شرحناه كل رزم لوحده، هنا مجمعهم لي بشكل يمكن يكون صعب شويه، الافضل احنا نتكلم عنه كل واحد لوحده. اللي هزود عليه بس الوايت كيرس كومبلكس اللي هي البوليمورفيك بيتاك، ودي موجوده في السلايد دي. هنا الانرجي، الناس اللي هتحضر معانا يوم الخميس باذن الله معلش لازم يحفظوا لي الستارت بتاعت كل واحده، بمعنى ان لما هاجي اعمل كارديوفيرجن البيشنت في الاس في تي والاتريال فلاتر هبدا ب 50 جولز. يعني لما اجي اديك سيناريو اقول لك البيشنت بتاعك عنده الرزم ده على المونيتور وحاطط لك اس في تي، وبقول لك البيشنت بتاعك البلاد بريشر بتاعه 80 اوفر 50، ده هايبوتنسيف بيشنت، ده معنى الكلام ده ان البيشنت انستابل. هتقول لي هنعمل له كارديوفيرجن، سيديت ذا بيشنت اند ستارت كارديوفيرجن، حلو. بس اعمل الكارديوفيرجن بكام جول يا دكاتره؟ الاس في تي على طول هتقول لي ان هو 50 جولز، هبدا ستارت وذ 50 جولز، وزيها الفلاتر الاتريال فلاتر. المونومورفيك فيتاك احنا اتفقنا ان هو 100. طيب الاتريال فيبريليشن لازم استخدم له جولز كبيره شويه اللي هي 120. طيب بالنسبه للبوليمورفيك في تاك، البوليمورفيك في تاك دي زي التورسات دوبوا. التورسات دوبوا ده الرزم الوحيد من التاكي كارديا اللي بقول لك لو البيشنت عنده بالس وانستابل اعمل لي شوك، مش كارديوفيرجن، شوك ب 200 جولز. احنا اتفقنا ان في حاله التاكي كارديا لو البيشنت بتاعي انستابل انا هعمل له كارديوفيرجن الا البوليمورفيك فيتاك. هتقول البيشنت عنده بلس؟ اقول لك اه، بس البوليمورفيك فيتاك انستابل بيشنت اديله شوك زيه زي الفي اف او البلس فيتاك ب 200 جولز. اوكي، تعالوا بقى للرزم ده. هنا مفيش كيو ار اس كومبلكس، ما تقدرش تحدد كيو ار اس كومبلكس ولا بي ويف ولا بي ار انترفال. كل اللي بيحصل حالة رعشة للهارت، فيبريليشن، شخبطة، صح؟
يعني بقول لك فيبريليشن، حاله الرعشه بالظبط، كانك ماسك قلم وايدك بترتعش، هترسم لي الرسمه دي. ده بالظبط اللي بيحصل للهارت، ده بقول عليه الفنتريكولار فيبريليشن. الفنتريكولار فيبريليشن عشان نكون متفقين، لو الهارت حصل له حاله الرقفه دي، نيفر انك هتلاقي كاردياك اوتبوت مع البيشنت، نيفر انك هتلاقي بالس، مش محتاجه اشيك على البالس. البيشنت بتاعك هيكون ارستد شبه ميت، فلازم على طول ابدا معاه السي بي ار لغايه ما المانوال دي فيبريليتور يكون افيلبل، وهدي له شوك، لان ده شوكابل ريزم. يبقى مين في معايا دلوقتي تو ريزمز يا جماعه شوكابل، في تو ريزمز شوكابل، ايه وايه؟ مين مركز معايا دكاتره؟ مين شوكابل ريزم؟ الفي اف، ومش كل التايبس من الفي تاك، هي البالسلس في تاك والبوليمورفيك. اكسلنت. بوليمورفيك فنتريكول تاكيكارديا انستابل بيشنت، يبقى البالسلس في تاك والفي اف. طب تعالوا بقى شوفوا اللي بعد كده، شايفين ايه ده؟ هنا فلات لاين، مفيش ولا كيو اس كومبلكس ولا بي ويف ولا بي ار، nothing. كل اللي هتلاقيه فلات لاين. لما بشوف الرزم ده على المونيتور بعمل حاجه اسمها الفلات لاين بروتوكول. يعني ممكن يكون الليدز حصل لها مس كونكشن بين البيشنت وبين المونيتور، لازم اتاكد ان الليدز متوصله كويس وبشيك. لا لا لسه بدري يا دكتور مصطفى، مش هقرا الفاتحه دلوقتي، لسه هشتغل عليه شويه. هعمله سي بي ار. لا يا دكتوره امل، لا لا الله يرحمه، ايه لا، هنعمله سي بي ار ونرجعه ويدفع الفلوس اللي عليه. لا لسه لسه. الرزم ده بقى اللي هو الاسيستلي، انا بعمل فلات لاين بروتوكول عشان اتاكد ان ده رزم البيشنت، مش مس كونكشن بين المونيتور والبيشنت. فده بسميه الاسيستلي، وده نون شوكابل ريزم. كل اللي بحتاجه سي بي ار وادي للبيشنت ابنفرين، ده نون شوكابل ريزم، ومش بعتبره انه مات يا جماعه، بالله عليكم اشتغلوا معاه سي بي ار. لا بالظبط ده الاسيستلي اهو. نيجي بقى للالجوريزم ده، ده هنشتغل عليه ان شاء الله يوم الخميس. شوفوا هنا ده الكاردياك ارست الجوريزم. هبدا من الاول خالص، البيشنت بتاعك كولابست، فقد وعيه، فقد وعيه. هبدا البي ال اس سيرفي، هشيك على ريسبونسيفنس. بعد كده هبعت بالظبط يا دكتور، وعلى فكره والبرادي والتاكي هم كمان خاصين بالبورد، بس يمكن الالجوريزم اللي انا حاطاه مش موجود في البورد، هو موجود في الاي سي ال اس كورس، لكن هتلاقي عندك المانجمنت موجوده يمكن، بس في كلام كده مش منسق شويه، لكن نفس الكلام موجود في الاي سي ال اس بشكل يعني اوضح واحسن. الالجوريزم ده هنبدا الاول السي بي ار مع البيشنت، بتشيكي على الريسبونسيفنس للبيشنت، وبتعمل اكتيفيشن الكود بلو تيم اللي هيجي لك عشان خاطر بقى يتعامل مع البيشنت. وبعدين تبدا تعمل لي السي بي ار 30 كومبرشنز و2 بريس لغايه ما التيم بيوصل ومعاه الكراش كارد. الكراش كارد فيها المانوال ديفيبريليتر اللي من خلاله هقرا رزم البيشنت. لما اقول لك كاردياك ارست يبقى حاجه من اربعه، يبقى رزم البيشنت حاجه من اربعه، يا اما في اف فنتريكولار فيبريليشن او بالسلس في تاك اهو، والاثنين دول شوكابل ريدم، بقول عليهم شوكابل ريدم، لازم ادي شوك للبيشنت، او انه يكون اسيستلي اللي احنا شفناه من شويه الفلات لاين ده، او بالسلس الكتريكال اكتيفيتي. البالسلس الكتريكال اكتيفيتي ده معناه انه اي ريدم اورجنايزد ريدم وزود بالس. زي ما اتفقنا في الاول المحاضره خالص، قلت لك انت ممكن تشوف النورمال ساينس ريدم على المونيتور والبيشنت بتاعك ارستد وما عندوش بالس. في الحاله دي هل ينفع اقول ان ده نورمال ساينس ريدم؟ لا، بقول عليه بالسلس الكتريكال اكتيفيتي. والاثنين دول اللي هو الاسيستولي والبالسلس الكتريكال اكتيفيتي بسميهم نون شوكابل ريذم، نون شوكابل ريذم. في الحاله دي ببدا معاهم السي بي ار. خلوني ابدا الاول بالشوكابل ريذمز. خلاص انا معايا المانوال ديفيبريليتور دلوقتي وزمايلي بيعملوا السي بي ار، بحلل نبض البيشنت، بحلل نظم البيشنت، لقيته في تاك على طول شايك على البالس، بالسلس في تاك او في اف، بدي شوك، بعدين 2 minutes من السي بي ار، وفي خلال ال 2 minutes اللي في الاول دول هتعمل لي اي في اكسس، لكن مش هدي ميديكيشن. تمام، احنا متفقين الابنفرين دايما بديه بعد السكند شوك. طب خلصت ال 2 minutes من السي بي ار، حلل لي تاني رزم البيشنت ستيل في اف او بالسلس في تاك، هدي برضو تاني شوك، واكمل 2 minutes من السي بي ار، وادي الابنفرين اهو، بدي الابنفرين 1 ام جي، وعلى فكره مفيش ماكسيمم دوز للابنفرين.
انا هدي الابينفرين واقدر اعيده كل 3 to 5 minutes. واقدر consider advanced airway devices او capnography. في حاجه هنا عايزه اقولها، احنا ساعات بنعمل intubation للبيشنت، بتدخل اللي هي الاي تيوب جوه التراكيا بتاعت البيشنت، بس ده لو الباج ماسك نفسها not effective. الجزء ده برضو خليني اشرحه في العملي عشان اوريكم الاجهزه نفسها يبقى اوضح شويه، بس خلينا فاكرين ان انا بدي ابينفرين بعد السكند شوك. طيب خلصت ال 2 minutes من السي بي ار، analyze the rhythm again still shockable، هدي third shock بعدين اكمل 2 minutes من السي بي ار وادي الاميودرون 300 ام جي. تقدر تعيد الاميودرون بس هتعيده بنص الدوز. في قرايه على المونيتور بس انا مش بلسلس الكتريكال اكتيفيتي. دكتوره ريم، اه يا دكتوره ريم، انت ممكن تلاقي على المونيتور مثلا ساينس برادي او ساينس ريدم او اي رزم شكل اورجانيز، لكن البيشنت ما عندوش بالس. في الحاله دي بسميه بالسلس الكتريكال اكتيفيتي وببدا سي بي ار مع البيشنت. لازم ابدا سي بي ار مع البيشنت. الاميدرون هنا في الشوكابل ريدم، ناخد بالنا الاميدرون على فكره موجود مع الشوكابل ريدم بس، لكن مش موجود في النون شوكابل. هديه ب 300، لو هتعيده استعمل لي نص الدوز، ان instead of 300 هستعمل 150 بس. طيب روح لي بقى على السكند سايد اللي هو النون شوكابل ريذم، بلسلس الكتريكال اكتيفيتي والاسيستول، الاثنين دول نون شوكابل ريذم. ده معناه ان انا هشتغل على طول سي بي ار للبيشنت، سي بي ار مع البيشنت، وهديله ابينفرين برضو 1 ام جي every 3 to 5 minutes through الاي في اكسس طبعا. اوكي، وفي خلال ما انا بعالج البيشنت سواء للاسيستري او البالسلس الكتريكال اكتيفيتي او البالسلس في تاك او الفي اف، لازم اشوف ايه السبب، ايه اللي حصل للبيشنت ده عشان يوصل لحاله الكارديك اريست. ليه عنده كارديك اريست؟ ده بقول عليها الاتشز اند تيز، يعني ممكن يكون البيشنت دوت حصل له الكارديك اريست نتيجه الهايبوفوليميا، فد فلويدز للبيشنت، او ممكن يكون عنده مشكله في البوتاسيوم هايبو او هايبركاليميا، ممكن يكون عنده اسيدوزس، او ممكن يكون هايبوكسيا فلازم اعمل له انتوبيشن وادي له الاكسجين 100%، ممكن يكون عنده تروما، ممكن يكون تنشن نيموثوركس او الثرومبوزس. فدايما انا بدور على الكوز وبعالجه، بس خد في اعتبارك ان الاولويه عندي للسي بي ار والشوك اذا كان الرزم عندي شوك اب ريزم. واضح يا دكاتره؟ واضح؟ في اي سؤال لغايه دلوقتي؟ تمام. احنا دي اخر سلايد المفروض. ان شاء الله what the tension in pneumothorax، ده معناه ان في اير دخل في الغشاء المبطن لللانجز يا دكتوره سهر. ده بيمنع الشست رايز اثناء ما انا بدي البريدنج للبيشنت واحنا شغالين في الريسوسيتيشن. ففي الحاله دي لازم نعمل انتوبيشن للبيشنت، لازم نعمل انتوبيشن للبيشنت. دكتوره ريم ربنا يخليك يا رب، شكرا شكرا ان شاء الله. شكرا يا دكتور، شكرا شكرا لك يا دكتور.